بسم الله الرحمن الرحيم. واحنا بنتكلم على البيدياتريك شيست، طبعا حضراتكم عارفين ان الاساس في الموضوع هو البلين اكس راي، وبعدين ذا نكست ستيب غالبا بتكون السي تي. وعاوز اديلكم فكره ازاي نبص على البلين اكس راي، وازاي نبص على السي تي، وازاي نقدر نوصل الى تشخيص مناسب للحاجات اللي احنا بنشوفها كل يوم. فبدايه ديت الحاجات اللي احنا متوفرة لدينا دلوقتي في الأشعة، أهم حاجة فيها على الإطلاق تقريبا كل الناس بتستخدمها كل يوم هي الأشعة العادية، احنا بنسميها the conventional X-ray. كان في حاجة زمان اسمها التوموجرافي بس بطلت خلاص دلوقتي بعد السي تي ما بقى موجود، وبعدين السي تي، بعد السي تي ما تطور زي ما هقول لحضراتكم دلوقتي اصبح دور النيوكلير ميديسن ضعيف جدا جدا في الشست. والام ار بالنسبه للاطفال نتيجه ان الوقت بتاع الفحص فيه طويل شويه، فما هو وفي مشاكل في الام ار مع الهواء، ان الام ار ما بيشوفش الهواء كويس اللي موجود في اللنج وكده، فدور الام ار بصفه عامه في الشست مش حلو، وبالنسبة للأطفال أكتر علشان الوقت طويل ويحتاج تخدير وحاجات زي كده. بعدين الأنجيو، والأنجيو دلوقتي إن أنا أعمل يعني سيلكتيف أنجيوجرافي لأي حاجة ما بقاش موجود في الوقت الحالي، لأن السي تي غطى خالص القضية دي نون انفيسيفلي، من غير ما أدخل قساطر، من غير ما أعمل أي حاجة، فأصبح الأنجيوجرافي كله ما بقاش كونفنشنال، يعني دخل قسطرة في جسم العيان، ولكن بقى سي تي أنجيو وإم آر آي أنجيو. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين موضوع الانترفنشنال تكنيكس، بايوبسي تيكن، ابسس درينج، مش عارف كل دوت از افيلبل بالنسبه لنا. لما نيجي نتكلم على اي حاجه متعلقه بالايمجينج، فاحنا عندنا اربع ستيبس ثابتين. نمت واحد، انا بعمل الحاجه ديت ليه؟ واتس ذا انديكيشن اوف ذيس ايمجينج تكنيك. بعد كده هحضر المريض دوت اذا كان ليه تحضير، هحضره ازاي. بعد كده هعمل له الفحص ازاي، وبعدين هقرا الصور اللي طلعت دهيت بأنهي طريق. فاحنا في وسط الكم الهائل من الاشعاعات ديت مركزين جامد جدا جدا على دور السي تي اللي هو هيشرح بالتبعيه دور البلين اكس راي في الموضوع. فلو انا فكرت ان انا اعمل سي تي لاي مريض للتشست، لاي طفل يعني، فدولت في الغالب هم ده مين انديكيشنز بالنسبه لي. اول واحد فيهم ان احنا عملنا للمريض ده هو اكس راي، وبعدين ما عرفناش نوصل الى تشخيص، وده هيبان واحنا بنتكلم دلوقتي ان في مواقف كتيره جدا بنعمل فيها بلين اكس راي وما نقدرش نوصل لتشخيص، فنضطر ان احنا نعمل للمريض اذر انفستيجيشن. وزي ما انا دايما برد واقول، لو احنا حابين نعمل لاي حد حاجه بعد الاكس راي لابد ان الحاجه دي تكون سي تي، والسي تي غالبا في 99% من الحالات هيحل المشكله، ويتبقى حاجه بسيطه يمكن تتحل بالمنظار او بالبايوبسي او بالالترا ساوند او حاجه زي كده. طبعا الستيجنج او لانج نيو بلاز او الميتاستاتيك ورك اب لاي طفل عنده اوستوساركوما مثلا وعاوز يعمل تشيست اكس راي، كل الناس عارفين في البروتوكولات الحاليه ان التشيست اكس راي عندها ليميتد ريزوليوشن للميتاستاسيز الصغيره، فاصبح دلوقتي السي تي از روتين في الميتاستاتيك ورك اب بتاع الاطفال اللي عندهم اكسترا ثراست مالينجنسيز. طبعا اسسمنت اوف ديفيوز لانج ديزيز والبرونكيكسز من الحاجات اللي دلوقتي اساس شغل السي تي، لان الصبغات اللي كنا بنستخدمها زمان والكلام كل ده بطل تماما، وبقى السي تي هو اللي موجود في الصوره. وطبعا لو في هيستوري اوف تروما، especially لو احنا شاكين ان المريض دوت عنده vascular injury to the pulmonary artery او للاورطه او كده، ومهم جدا ان احنا نعمل. لو احنا هنحضر المريض ده عشان يعمل سي تي، مفيش اي تحضير خالص طالما الشيست ده مفيهوش باول لوبس، مفيهوش حاجه، فالتحضير كله منصب على ان هو يصوم بس من 3 ل 4 ساعات، لان احنا ناويين نحقنه سبغه. وده تحسبا لان هو لو واكل او كده مش صايم يعني هيرجع، واحنا بنحقنه السبغه دي. بعد كده لما بيجي المريض بنبتدي ننيمه على جهاز السي تي، اتفضل، ونبتدي نعمل صوره. الصوره ده هي اسمها السكانوجرام.
المريض دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين كده نايم على الجهاز بتاع السي تي، وبعدين الناس دي خرجت بره عشان ما تتعرضش للأشعة، وبعدين بنعمل الصورة ديت. الصورة ديت اسمها سكانوجرام أو صورة مبدئية أو سكاوت فيو للحتة اللي احنا عاوزين نفحصها اللي هي الشيست. السبب ان احنا بنعمل الصورة دي ان احنا عاوزين نحدد للكمبيوتر فين خط البداية بتاعنا وفين خط النهاية، فبنقول للسي تي احنا عاوزين نبتدي من هنا وعاوزين ننتهي هنا. ايام زمان كان السي تي بيسأل على الشاشة بيقول لك عاوز الحتة دي تتعمل مقاطع كل قد ايه، يعني كل سنتي ولا كل نص ولا كل ربع ولا ايه بالظبط. فاحنا في البيدياتريك شيست بصفة عامة بنمشي كل 7 مللي، يعني ناخد مقطع وبعدين نحرك السرير 7 مللي وبعدين ناخد مقطع تاني وهكذا وهكذا لحد لما نكفر الاريا من اول الثراسيك انلت لحد الاند اوف ذا كوستوفرينيك ريسيسس. بعد كده بعد لما بناخد الاسكانوجرام ونقول للسي تي احنا عاوزين نعمل المسافه ديت، بنقرر ما بين نفسنا اذا كنا هنحقن صبغه للمريض ولا مش هنحقن صبغه. فكل الناس بتتحقن صبغه في الوريد ما عدا الناس دول اللي هم احنا بندور فيهم على لانج برينكيمال ديزيز. الصبغه هدفها الاساسي ان انا اصبغ الميديستاينال فيسلز علشان افرق ما بين الفيسلز وما بين اللي مش فيسل، كان ليمف نود او ماس او تيومر او كده. فلو انا اساسا كل هدفي هو اللنج يبقى وجود الصبغه دلوقتي ملوش قيمه، يبقى لما اجي اسس الديفيوز لنج ديزيز ما احقنش انترافينوس كونتراست، لما ادور على البرونكيتس ما احقنش انترافينوس كونتراست، لما ادور على بالمونري ديبوزيتس ما احقنش انترافينوس كونتراست، لما اشوف لونج بوست تروماتيك كومبليكيشنز ما احقنش صبغه. لكن لو بدور على ليمف نودز احقن صبغه، بدور على ميديستاينال ماسز احقن صبغه، بدور على انفيجن اوف ذا اورتا او بالمونري ارتري او ثرومبس او انيوريزم، كل الحاجات المتعلقه بالفيسلز احقن فيها الصبغه. بعد كده لما ابتدي اخد السي تي ياخد المقاطع بتطلع صور. الصور دهيت لما انا اجي اطبعها على الفيلم بطبع كل صوره مرتين، مرة عشان أشوف الميديستاينال ستراكشرز ومرة عشان أشوف اللونج برينكيمال أركيتكتشر. الصورة ده هي اسمها ميديستاينال ويندو أو الشباك الذي أرى منه، ده ميديستاينال ستراكشرز. والصورة ده هي اسمها لونج ويندو أي الفيو اللي أنا بشوف من خلاله ده بالمونري أركيتكتشر. يبقى كل صورة في الشيست هتتعمل مرتين، مرة كده I see the vessels والميديستاينم ومرة كده I see the lung. في بعض الأحيان you may have this image اللي هي اسمها bone window. البون ويندو ده بيتعمل يعني عمولة، بحيث إن أنا لما عملت الميديستاينال ويندو حسيت إن الفرتبرا ديت التيومر اللي هنا ده عامل لها إيروجن. Then I would like to see this erosion better، فاروح اعمل صوره اسمها بون ويندو، then I see ان نص الفرتبرا تقريبا مش موجود نتيجه ان التيومر اللي هنا ارقض. هذا البون ويندو ما بيتعملش الا للصوره اللي انا شاكك ان فيها بون ليجن، اكتر من كده ما بنعملوش. لكن these two images are mandatory، من اول مقطع لاخر مقطع لازم اعمل ميديستاينال ويندو ولانج ويندو. بعد كده لما تطلع الصور ديت عندي اوبشن على الكمبيوتر ان انا اقول للجهاز ركب الصور ديت بالطول، يعني اعمل لها ريكونستراكشن. فالجهاز بيسالني عاوز الريكونستراكشن دوت يبقى كورونال يعني فرونتال فيو، ولا عاوزه ساجيتال يعني زي اللاترال فيو، تختار. ولو اخترت الاثنين يعملهم. وفي اوبشن ثالث اللي هو 3D، يعني روح مركب الصوره مجسمه وتلف قصادك على الشاشه، then you see the nature of the pathology. يبقى ده كورونال ريكونستراكشن وده هو ساجيتال ريكونستراكشن، ودولت اجزي الايمجز اللي السي تي بيطلعهم عادي جدا واحنا بنصورهم للمريض على الفيلم. عاوز اقول لحضراتكم بعض المعلومات البسيطه اللي هو احنا عايشين فيها دلوقتي، عشان انتوا اكيد كل شويه تسمع ان في حاجه اسمها مالتي ديتكتور 64 و128 و256 والكلام ده كله، وعاوز تعرف ايه فايده الحكايه دي على الاقل حتى in your domain. وفي نفس الوقت لو انت عندك قريبك وهو مطلوب له حاجه وانت عارف ان السي تي اللي انا حكيت لك عليه ده هيفيده فيها، then you can direct him to the right way. اوكي؟ فاحنا يا جماعه السي تي اول ما طلع كان اسمه incremental سي تي او اسمه conventional سي تي او السي تي العادي.
الستيل عادي دوت عبارة عن صندوق اسمه الجانتري وسرير بينام عليه المريض. لو احنا فتحنا الجانتري ديت من جوه الصندوق ده بيتفتح then you will see كل الكومبوننتس ديت. كل دولت مش مهمين بالنسبة لنا قوي زي أنبوبة الأشعة اللي هي ديت كده، والجهاز اللي بيصور اللي هو اللي قصادها على طول اسمه ذا ديتكتور. يبقى في أنبوبة أشعة وفي ديتكتور وفي مريض نايم هنا هو في النص. لما احنا بنتك على الكوبس بتاع الأشعة، الأشعة بتخرج من الأنبوبة وتفوت في المريض وبعدين تنزل على الديتكتور وبعدين تطلع صورة. أنا عشان أطلع أي صورة في جسم المريض لازم الأنبوبة تلف لفة كاملة حوالين جسم المريض. لكن ده في الأجهزة القديمة اللي هي اسمها انكريمنتال سي تي دي ما كانش ممكن أبدا. ليه؟ لأن الأنبوبة ممسوكة بكابلات كهرباء والكابلات الكهرباء متثبتة في الأرض، فكانت الأنبوبة عشان تلف هتمشي نص لفة بس وبعدين ترجع وبعدين تلف النص التاني وبعدين ترجع. فكان ده عشان أخد مقطع واحد بس في جسم الإنسان كان لازم الأنبوبة تتحرك 4 مرات، وساعتها كان السي تي اوف ذا تشيست بيتعمل في ساعة إلا ربع، يعني 45 دقيقة العيان نايم على الترابيزة عشان تطلع له سي تي اوف ذا تشيست. بعد كده الموضوع اتحسن شوية فطلع جهاز تاني اسمه هيليكال سي تي أو سبايرال سي تي. هذا الجهاز كل اللي حصل فيه إن الناس عرفت توصل الكهرباء للأنبوبة من غير ما يكون في كابل ماسكها في الأرض، فأصبح الأنبوبة تقدر تلف لفة كاملة من غير ما توقف، وفي نفس الوقت خلوا السرير يمشي والأنبوبة بتلف، فالسرير بقى ماشي والأنبوبة بتلف، فأصبح فيه حلزون أو هيليكس أو كده، فبقى اسم الجهاز دوت اسمه سبايرال سي تي أو هيليكال سي تي أو فوليومتريك سي تي. هذا الجهاز خلى زمن الفحص بعد لما كان 45 دقيقة خلاه 6 دقائق، وساعتها بقى كان دي ثورة ضخمة جدا 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 في عالم الايه، عالم السي تي. فالكل اللي احنا عملناه ان السي تي كان السرير بيمشي والانبوبة بتلف، يبقى طلع لنا السبايرال ده فبقى اسمه هو السبايرال سي تي. بعد كده طلع بقى في الجهاز الاخير اللي هو اسمه مالتي سلايس او مالتي ديتكتور. الفكره منتهى البساطه في الدنيا، لو انا عندي انبوبه اشعه وعندي ديتكتور، وكل ما الانبوبه تلف لفه تاخد مقطع، تلف لفه تاخد مقطع، تلف لفه تاخد مقطع. طيب قال لك افرض ان انا خليت في وش الانبوبه بدل ديتكتور واحد خليتهم 2، او هنا زي المثال اللي معروض ده 4 ديتكتور اللي احنا شايفينهم، واحد احمر واصفر وازرق واخضر. يبقى بما ان الاكس راي بيم بينزل فان كده، يبقى لو انا حاطط في وشه كذا واحد بيصور فهيصور 4 مقاطع مره واحده، صح؟ كل لما الانبوبه تلف يلف ياخد 4 مقاطع، وده اللي حصل. كل لما الانبوبه تلف ياخد 4 4 في 4 في 4 في 4، خلاص. فالحكايه دي اول ما طلعت برضو قلبت الدنيا، لان الزمن الفحص اللي هو كان 6 بقى دقيقه على طول بالاربعه ديتكتورز. فابتدى عدد الديتكتورز يكتر والاجهزه تمنها يغلى بسبب الشغلانه دي، فطلع من 4 ل 8 ل 16، كان في طبعا 10 وحاجات زي كده في النص، وبعدين كتر بقى من 16 طلع 32 وبعدين 64 اللي هو وقف شويه وابتدى ينتشر، وبعد كده راح نزل وراه ال 128 وبعدين نزل وراه ال 256 وبعدين نزل وراه ال 320. 320 ديتكتور معناها انك انت لما الانبوبه تلف تاخد 320 مقطع في جسم الانسان. طب الفحص دوت زمنه قد ايه دلوقتي؟ A fraction of a second. وبالتالي انت مش محتاج انك انت تسكت الطفل على الجهاز خالص، ولا تديله كرورال ولا بنج ولا اي حاجه خالص. انت بتجيب العيل وتحطه كده وتفتح الجهاز قبل ما يفكر يتحرك يكون الجهاز صوره، فانتهت الحكايه بالنسبه لنا. بس خلي بالك ان ده ما هواش ببلاش، الاشعه اللي بياخدها الطفل في المالتي ديتكتور سي تي اضعاف 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 اللي بياخدها في السي تي العادي.
هي دي الثمن اللي بيدفعه المريض في مقابل هذا. وبالتالي انا عشان اعمل مالتي ديتكتور سي تي واطلع بيه للارقام الخرافيه اللي فوق اللي هي 320 350، لازم ابقى انا عامل حسابي على المريض اللي انا هعرضه لجرعه اشعه ملهاش حل، بالذات وان هو لسه طفل صغير في بدايه حياته. فكلنا يا جماعه عارفين ان الارقام العاليه ليها علاقه بالسرعه، والسرعه مش هتفرق معانا خالص الا لو احنا عاوزين نعمل الكورونري انجيوجرافي. انا ليه عرفت اصور الكورونري فيسلز بالمالتي ديتكتور سي تي؟ لان السي تي بيسبق الهارت ريت، يعني السي تي بياخد الصور قبل ما الهارت يبوظ الصوره نتيجه الحركه بتاعته بيهز الكورونري ارترز. السي تي عشان تعمل بيه كورونري لازم تبتدي من 64 وتطلع لفوق. لو انت عندك 64 وعاوز تعمل كورونري والهارت ريت عالي بتضطر توطي الهارت ريت بالدواء، لكن لو انت عندك 320 او 256 مش مهم الهارت ريت يبقى زي ما هو وتشتغل عادي جدا تطلع صور عاديه جدا. يبقى اذا لو انا بصور بيدياتريك شيست ما عنديش حاجه بتجري ولا عندي حركه جامده، اي مالتي ديتكتور يكفي، اي سبايرال سي تي يكفي، الا اذا انا عاوز اصور فيسل معين زي ما هنشوف دلوقتي، او الاورطه او الفيسل بتاع السيكوستريتد لونج او، يبقى انا محتاج مالتي ديتكتور 4 او 6 او 10 بالكتير قوي قوي علشان اشوف الفيسل اللي انا طالبه. خلاص، كان في ايام زمان حاجه اسمها هاي ريزوليوشن سي تي. يعني ايه هاي ريزوليوشن؟ لما اخد مقطع في الشيست كده وبعدين الاقي الدنيا مغبشه، فلاقي الحته ديت فيلد كده ويعني مش شايف كويس، فباجي على المقطع ده واقول للسي تي انا عاوز اعمل المقطع دوت هاي ريزوليوشن، يقول لي طيب زود الكيلو فولت وزود الملي امبير وحط فلتر واعمل معرفش ايه حاجات على الشاشه كلها بعملها، وبعدين اتك على الكوبس يروح واخد المقطع فيطلع كده. ده هو ده بالظبط، لكن في حاجات كتيره جدا باينه هنا ومش باينه هنا. اول واحد فيهم هو الفيشر ما بين الابر لوب واللور لوب. تاني واحد فيهم ان الابسس ده ولا الكافيتي ده بقى في غايه الوضوح كومبيرد للصوره اللي انا شايفها هنا. تالت واحد فيهم ان البرونكيتس اللي هنا واللي هنا ما كانتش باينه خالص في الصوره اللي قبل كده. اصبح الهاي ريزوليوشن سي تي از ان اسينشال بارت فور اكزامينشن اوف لانج ديزيز. وبالتالي اصبح الناس لما بقت اوير بيه كل واحد يروح يعمل السي تي يقول لك اعمله لنا هاي ريزوليوشن. هاي ريزوليوشن بتاع زمان كان بيحمل جامد جدا على انبوبه الاشعه، والدكاتره كان احنا يعني كنا ما بنحبش نعمله باستمرار لانه بيحط بيردن على انبوبه الاشعه وبيأثر عمرها. في الوقت اللي احنا فيه لما تتك على الكوبس بتاع المالتي ديتكتور ينزل هاي ريزوليوشن من غير ما تطلبه، ينزل هاي ريزوليوشن سكانز من غير ما انت ايه طالبه، وبالتالي الموضوع ده مشكلته بقت محلوله. دول تو اكزامبلز للفاليو بتاعت المالتي ديتكتور سي تي في الوقت الحالي اللي احنا شغالين فيه. ده طفل عنده كواركيتيشن اوف ذا اورطه، وادي الاسندنج اورطه، وادي الارش، وادي ذا سايت اوف كواركيتيشن، وادي الديسندنج اورطه، وادي الهارت. دي صوره معموله بالسي تي اتعملت ازاي؟ مقاطع بالصبغه وبعدين ركبناها وبعدين قلنا له اعمل لها 3 دي فراح عامل لها 3 دي فابتدينا نشوفها كده. كلكم اكيد مريتوا بمرحله ان طفل عنده كاركتيشن اوف اورطه واحنا عاوزين نعمل له انجيوجرافي وكانت حوسه سودة عقبال ما ندخل بالابره في الفيمورال ارتري ونطلع القسطره في الاورطه ونحقن صبغه والكلام ده كله كانت مشكله ضخمه جدا بالنسبه لنا. And this can be achieved now by just you inject a small amount of contrast material intravenously. تحقن صبغه في الوريد، تاخد المقاطع لما الصبغه تبقى في الاورطه، كل الكلام ده سهل جدا على السي تي، تاخد المقاطع اللي هي ترانسفيرس تقول له ركبها يركبها وبعدين تبص عليها وتلفها وكل حاجه وتشخص فيها. And this is another example بتاع حاجه برضو كنا احنا بنحتار فيها شديد الحيره ايام زمان اللي هي ذا سيكوستريتد لانج سيجمنت. اللانج سيكوستريشن الكلو فيه كله على بعضيه انك انت تشوف ان السيكوستريتد سيجمنت ليها ارتيريال سبلاي من الاورطه. ذن كنا بنلاقي كده حته فيها انفكشن وريكرنت انفكشن ونشك ان هي سيكوستريشن برضه نعمل انجيوجرافي سيلكتيف وكده، خلاص الكلام ده مش موجود. هنا دي صوره سي تي معمول مالتي ديتكتور و 3 دي ريكونستراكشن اند يو لوك فروم ذا باك اوف ذا بيشنت،
ادي الارش اوف ذا اورتا اند ذس از ذا ديسندنج اورتا اند ذس از ذا سايت اوف سيكويستريشن اند هير يو كان سي ا برانش كامينج فروم ذا اورتا تو ذا سايت اوف ذا سيكويستريتد سيجمنت نون انفيسيفلي من غير ما ندخل قسطره من غير ما نعمل اي هارمفول لهؤلاء الاطفال. دلوقتي بعد المقدمه اللي انا قلتها لحضراتكم ديت هنتكلم شويه ازاي تبص على السي تي اوف ذا تشيست لما تكون في ايديك صور ازاي تعرف راس الموضوع من رجليه، يعني ايه اللي احنا شايفينه، فين الابر لوب، فين اللور لوب، ايه اللي في الميدياستاينم دلوقتي والكلام ده، which is an easy task يعني ما هياش حاجه جباره جدا. فاحنا زي ما اتفقنا عندنا حاجتين، حاجة اسمها ميدياستاينال ستراكشرز وحاجة اسمها لانج بارينكيما. فعاوزين نشوف الأول الاناتومي اوف ذا ميدياستاينم وبعدين نشوف بعد كده الاناتومي اوف ذا لانج. ف لو احنا ابتدينا بالاناتومي اوف ذا ميدياستاينم عندنا، ودي طريقة أنا بحبها دايما، إن أنا أحب أحط إيدك الأول على حاجة أو دليل تهتدي بيه وانت ماشي علشان تعرف انت ماشي ازاي. فلما نيجي ناخد مقاطع في الشيست، اي واحد بيبص على اي شيست بتاع واحد صغير او واحد كبير لازم يشوف هذا الاستراكشر which is the aortic arch. هذا الاستراكشر اللي انا بشاور عليه دلوقتي اسم the aortic arch، كل دكاتره الامراض الصدريه مسمينه الموزه لان هو تقريبا شبه الموز تقريبا. Then if you look to the chest mediastinal window أول حاجة تعملها to identify the site of the mosa اللي هو the aortic arch. Then you look adjacent to the mosa هتلاقي برتقانة كده هوت which is the superior vena cava. ودولت هم اللي موجودين فعلا في المقطع ده and this is the arch of the aorta وجنبيه على طول the superior vena cava. Then if you look to the chest أول حاجة نعملها نحط إيدينا على الأرش اوف ذا أورتا اللي هو يشبه الموزة، بعد كده نبص جنبيه نلاقي ده superior vena cava يبقى this is the anatomy. بعد كده عاوزين نطلع بقى فوق الموزة دي عشان نشوف بقية الأناتومي وبعدين ننزل تحت عشان نشوف بقية الأناتومي. فلو أنا طلعت لفوق كده المفروض المقطع ده فوق شوية، إيه اللي أنا متوقع إن أنا أشوفه؟ ان انا اشوف البرانشز اللي طالعه من الموزه. ايه هي البرانشز اللي طالعه من الموزه؟ اللي هم الثلاث كور اللي جنب بعض دول، والثلاث كور اللي جنب بعض دول مايلين بنفس الطريقه اللي مايل بيها الاورتيك ارش لان هم طالعين منه. الثلاث برانشات دولت هم السب كليفيان ارتري والكومن كاروتيد الشمال والانومينيت ارتري، ثلاث كور جنب بعض. بعد كده هيجد عليهم اللي النومينيت فين الشمال جاي من الناحيه كده كروسنج ذا ميد لاين تو جوين ذا النومينيت فين اليمين. And this is the innominate vein الشمال crossing the midline to join the innominate vein اليمين. علشان في المقطع اللي تحتيهم هم الاثنين مع بعض يعملوا the superior vena cava. لو طلعنا لفوق شويه هنلاقي نفس الاناتومي، ثلاث برانشات طالعين من الارش اوف ذا اورتا اللي هم ذا subclavian artery، ذا left common carotid، ذا innominate artery، ذا innominate vein الشمال crossing the midline to join the innominate vein اليمين to form lower down the superior vena cava. And this is the whole anatomy above the level of the aortic arch. هو ده بس فقط الكام structure اللي هم ايه فوق الاورتيك ارش. Then we go down تحت الاورتيك ارش. الاورتيك ارش زي ما حضراتكم عارفين عامل زي القبة كده، وبعدين لو انا نزلت تحتيه هلاقي ascending aorta و descending aorta. ادي الصوره هي ان يو كان سي هنا اهو ذس از ذا اسندنج اورتا اند ذس از ذا ديسندنج اورتا وده هو السوبير فينيكيف. وزي ما حضراتكم عارفين برضو ان السوبير فينيكيف الحجم بتاعه بيتفق مع النفس، مره يتنفش ومره يكولابس، مره يتنفش ومره يكولابس. يبقى ده يو كان سي هير ذا اسندنج اورتا اند ذا ديسندنج اورتا اند ذا سوبير فينيكيف. الحته اللي في النص ديت هي التجويف اللي ما بين الاسندنج والديسندنج اللي احنا بنسميه ذا اورتيك ويندو اللي هو هيطلع فيه بعد كده ذا بالمونري ارتري. Then if you go down then you can see the pulmonary artery. البالمونري ارتري عامل زي الثمانيه اللي بالعربي او بالهندي علشان ما حدش يزعل، والثمانيه اللي بالعربي او بالهندي دي بيكون ليها قبه اللي هي المين ترانك وبعدين ذا ليفت مين برانش وبعدين ذا رايت مين برانش. ويتبقى الكره الكبيره دي الاسندنج اورتا واللي ديت الديسندنج اورتا وهذا هو ذا سوبيريور فينا كيف. تنزل لتحت شويه ان يو جوت ذا فول رينج بتاعت الثمانيه اللي هو بالمونري مين ترانك وبعدين
ليفت مين برانش وبعدين رايت مين برانش وبعدين اسندنج اورطه ديسندنج اورطه اند ذا سوبيريور فينا كيف. في بعض الاحيان هتنزل كمان لتحت then you can see this is the main trunk right main branch ascending descending and the superior vena cava. And some patients you can look at this image انك انت اول ما تاخد المقطع تلاقي ال ascending aorta وال descending aorta وال superior vena cava and the full range of the pulmonary artery اللي هو the main trunk the left main branch and the right main branch. لكن مش هو ده الواقع في معظم الاحيان لان حضراتكم عارفين ان الليفت مين برانش اعلى شويه من الرايت مين برانش عشان البرونكس الزياده اللي على الناحيه اليمين. Then you expect انك انت to see the left main pulmonary artery الاول في المقاطع وبعدين لما تنزل لتحت شويه تشوف the right main pulmonary artery بعد كده. بعد شويه هتقطع في الارت في الهارت. لما تقطع في الهارت this is the chamber of interest في الوقت الحالي اللي هي midline chamber intimately related to the esophagus which is the left atrium. يعني لما ناخد مقطع كده هوت اول حاجه نقابلها في وشنا ناحيه السباين and then you see the aorta وده descending sorry you see the esophagus the descending aorta and you see this chamber which is the left atrium. Okay, then you remember the anatomy here. This is the ascending aorta, descending aorta, superior vena cava, and this is the pulmonary artery. ودوت مش normal anatomy. This is a mediastinal mass. مالناش دعوة بيها دلوقتي. لكن عاوزين كل واحد من البرانشات دي ندخله جوه الكارديك تشامبر بتاعته. فهنمسك أول واحد فيهم اللي هو the superior vena cava اللي هيدخل في الرايت اتريوم. Then this is the superior vena cava, ادي superior vena cava, and this is the start of the right atrium. تنزل لتحت شوية, then you see the superior vena cava going into the right atrium. Then نيجي للبلمونري artery. البلمونري artery المفروض هيدخل في ال right ventricle. And this is the pulmonary artery, and this is the pulmonary artery, ودخل في ال right ventricle. And the right ventricle is adjacent to the right atrium. Then you came to the ascending aorta. The ascending aorta will go into the left ventricle. Then you go down. And here you see this is the ascending aorta. Oh, starting from here, ascending aorta, ascending aorta, ascending aorta, ascending aorta going into the left ventricle. Then you remember the anatomy. This is the right atrium. This is the right ventricle. This is the left ventricle and this is the left atrium, which is midline structure, anterior to the esophagus and to the spine. Then here is the anatomy. This is the left atrium, and this is the right atrium. This is the right ventricle, and this is the beginning of the left ventricle. Go down. This is the left atrium, right ventricle, left ventricle. Go down. This is the right atrium, right ventricle, left atrium. Go down. And this is the left atrium, right atrium, right ventricle, left ventricle, interventricular septum, dome of the liver, and the inferior vena cava entering the right atrium. Now, which back? Okay. كويس ده سؤال بس عاوزين نحله دلوقتي على طول. احنا يا جماعه في الاشعه بصفه عامه دايما تعتبر الصوره المريض باصص للدكتور. الصوره مالناش دعوه الصوره دي معموله ازاي ولا المقطع متاخد ازاي ولا المريض نايم ازاي ولا واقف ولا قاعد ولا اي حاجه. انت ليك بس ان الصوره دي هي المريض والمريض ده باصص للدكتور، يعني شماله هناك كده ويمينه هنا كده فقط. مالكش دعوه خالص هو نايم ازاي ولا اتقطع ازاي ولا وقف ازاي، عشان بس ما نبرجلش دماغنا وندخل في متاهه ملهاش حل. اتفقنا يا جماعه دلوقتي؟ الصوره هي مريض والمريض باصص للدكتور اللي شماله هناك ويمينه ناحيتي انا هنا. خلاص ده ستاندرد رول في الاشعه على طول. فلما حد يسالنا فين الشمال من اليمين هنا، ده الشمال وده اليمين، ده الشمال وده اليمين بتاع الصوره. كل صوره لوحدها سواء اكس راي سي تي ام ار نيوكلير ميتست اي حاجه عباره عن مريض باصص للدكتور. تمام؟ خلاص جاوبت؟ اوكي. نيجي بقى دلوقتي احنا خلصنا الميديستاينال اناتومي، هنيجي لللانج اناتومي. انا عاوز حضراتكم تبقوا اكوينتد ازاي لما تبص على الشيست وتلاقي ليجن تقول ده هوت في الابر لوب ولا في اللور لوب ولا في اللينجلا ولا في الميدل لوب ولا في انهي حته بالظبط. اوكي، الطريقه سهله جدا جدا جدا. الاناتوميك لاند مارك اللي احنا خدناها في الميدياستاينم كان الاورتيك ارش اللي هو شبه الموز. هنا الاناتوميك لاند مارك بتاعتنا هي التراكيه. التراكيه، whenever you see the trachea you are in the upper lobe.
لما التراكيه تتقسم الاناتومي يختلف، لما البرونكايت تختفي الاناتومي يختلف، يبقى عندنا ثلاثه ليفلز من الايه؟ من الاناتومي. فاحنا دلوقتي هنا وي ار كاتنج ان ذا تراكيه، وطبعا بقعه الهواء الصغيره اللي جنب التراكيه دي ريبريزنتنج الهواء اللي في الاسافجس، اللي لو العيان بلع ريقه تشوفه، لكن لو ما بلعش ريقه مش هتشوفه. طيب لو احنا شفنا اللنج اليمين والشمال معمولين ازاي اساسا، هنلاقي ان اللنج اليمين فيها 3 لوبس واللنج الشمال فيها 2 لوبس، وهنعمل خط وهمي كده عشان نديفرنشيت اللينجلا من الايه؟ من بقيه الابر لوب. لو انا خدت مقطع كده في اول الشيست من فوق، I am cutting in the apex of the lung which represents part of the upper lobe. اوكي، يبقى اول مقطع في الشيست اللي هو فيه التراكيه دوت، and this is the upper lobe. طيب افرض نزلت لتحت شويه والتراكيه لسه باينه ما اتقسمتش نصين، يبقى انت لسه فين؟ في الابر لوب. يبقى احنا طول ما انت بتقطع في التراكيه يبقى انت you are cutting in the upper lobe. Then اول ما التراكيه تتقسم زي كده بقى في تو مين ستيم برونكاي، يبقى انت في الليفل اللي احنا هنشاور عليه دلوقتي اللي هو هنا اللي هو at the region of the hilum. عند الهايلم هتلاقي لسه في حته من الابر لوب موجوده، لكن من ورا طلع اللور لوب. خلاص ماشي يا جماعه؟ طيب يبقى لو انا عاوز اقول ايه اللي في السكشن ده، اقسم السكشن نصين، النص اللي قداماني هيبقى تبع الابر لوب، والنص الوراني هيبقى تبع مين؟ اللور لوب. يبقى لما التراكيه تكون سليمه يبقى انت في الابر لوب، لما التراكيه تتقسم يبقى السكشن اتقسم، اتقسم الى ابر لوب اند لور لوب، ابر لوب قدام لور لوب ايه؟ ورا. طيب افرض بقى مفيش تراكيه ولا مين ستيم برونكاي، يبقى انت يو ار داون، يبقى انت نزلت تحت بتقطع دلوقتي ان ذا كاردياك شادو، بتقطع فين؟ هنا كده تقريبا. طيب هنا كده على الناحيه اليمين في قدام الميدل لوب وفي ورا ذا لور لوب، وعلى الناحيه الشمال في قدام اللينجلا وفي ورا مين؟ ذا لور لوب. نسال نفسنا سؤال، اللينجلا والميدل لوب بيمثل قد ايه من حجم السكشن؟ هو تقريبا التلت، يعني الميدل لوب تلت السكشن كله واللينجلا برضو تلت السكشن كله. بروح انا عامل ايه؟ جارر خط قاسم السكشن ده تلت قداماني وتلتين وراني، يبقى التلت اللي قداماني ده تبع مين على الناحيه اليمين؟ تبع الميدل لوب، وعلى الناحيه الشمال تبع اللينجلا، ومن ورا هنا ومن ورا هنا تبع مين؟ ذا لور، ذا لور لوب. كويس، نمتحنكم بقى في الحته اللي انا قلت عليها دي اللي هي ده لوبر اناتومي، ده لوبر اناتومي. اول ما تطلع اي علامه دلوقتي على المقطع تشوف انت فين، انت في التراكيه ولا عند الاسمه بتاعت التراكيه ولا تحت خالص عشان تو ديسايد. Then what do you think about that؟ ليفت ابر لوب. احنا عندنا قاعده ذهبيه جدا في الاشعه، لو في حاجه فيها شمال ويمين والواحد ما قالش شمال ولا يمين بينقص نص الدرجه على طول، مفيش تفاهم في الموضوع ده، لان احنا لو كتبنا شمال وهو يمين العيان بيتفتح غلط. فدي خلي بالك دي قاعده رهيبه جدا عندنا، يمكن ما تكونش لسه بقت موجوده في الشيست، لكن عندنا احنا رهيبه. لما يكون في حاجه فيها شمال ويمين لازم تسبيسيفاي في شمال ويمين. اوكي، وات دو يو ثينك اباوت ذات؟ رايت رايت ايه بقى؟ كويس قوي، رايت لور لوب. ليه؟ عشان التراكيه مقسومه نصين، يبقى السكشن مقسوم نصين، يبقى ده ابر ودوت ايه؟ لور. اوكي، وات دو يو ثينك اباوت ذات؟ تمام. احنا لو اللينجلا ما عارفين ان هي شمال، وكذلك الميدل لوب بنقول ان هو ميدل لوب على طول من غير ما نقول شمال ولا ايه ولا يمين. اند ذس از ذا لينجلا، وات دو يو ثينك اباوت ذات؟ Right lower lobe. ممتاز. And this left upper lobe. هاي. And this right lower lobe. ممتاز. And this right upper lobe. هاي. And this middle lobe. صح، ميدل لوب اللي هو مفيش تراكيه ولا مين ستيم برونكاي، اند ذا تلت اللي قداماني بتاع الايه؟ بتاع السكشن. اوكي، يبقى كده وي فينيش تو بارتس من الشغل اللي احنا عاوزين نعمله النهارده. الجزء الاولاني ان انا اديت لكم فكره عن الفحص المريض بالاشعه وبالسي تي وازاي بيتعمل وايه التطور اللي حصل في السي تي في الفتره اللي فاتت. بعدين اديت لكم فكره بسيطه عن الاناتومي بتاع الشيست and how can you look to the CT scan of the chest.
لو في اي اسئله لحد دلوقتي ممكن نجاوب عليها، لو مفيش اي اسئله نبروسيد تو ذا باثولوجي. هو بس في حاجة اتفضل اتفضل. أنا بفكر نفسي فيها برضه زي ما حضرتك حكاية اليمين والشمال، أنا دايماً ببص من تحت، يعني أنا شايف كأن أنا بمثل الناس كأني نايم تحت عربية وببص على الجزء الفوقي. نعم. دي أنا بفكر نفسي فيها بس عشان لو حد استغل. هو بس انا حضرتك عشان تعرضت للسؤال ده اكتر من مره ولقيت ان الخيال بتاع المستمعين ممكن ما يجيبش الطريقه ديت، فاحنا حضرتك في الاشعه دايما بنعلمهم كده ان هو دايما نعتبر ان الفيلم اللي قصادنا هو المريض والمريض باصص للدكتور، فدي بتسهل قوي عشان يبقى عارف الشمال فين واليمين فين، لانه لما بيتخيل ان المريض نايم على السي تي وبعدين خدنا فيه مقطع كده، طب المقطع دوت انا باصص له ازاي؟ من كده ولا من كده ولا من عند راس العين؟ بيجي له مبقاش عارف بقى الشمال فين واليمين فين وبتاع، انا اقول له مالكش دعوه المقطع ده اتاخد ازاي؟ ولا الصوره دي اتعملت ازاي؟ ان الصوره اللي طلعت على الشاشه دلوقتي ده المريض والمريض باصص للدكتور، يبقى شمال المريض على يمين الدكتور ويمين المريض على شمال الدكتور، وخلصنا على كده. نعم. ما شفت بقى، ما شفت، هي دي المشكله اللي انا مش عايزك تقع فيها. ميزه السي تي ان هو بيوري لك الاربع ابعاد مع بعض اللي هو الانتير والبوستير والشمال واليمين، خلاص؟ لكن انت في الاكس راي ما تقدرش تشوف الا بعدين بس اللي هم الشمال واليمين بس، واخد بالك؟ لو انت عملت 3 دي ايمج يعني ركبتها بقى تقدر تشوف كله فوق وتحت شمال ويمين وقدام وورا، معايا؟ هي دي بس انت عشان ما تقعدش تفكر الصوره اتعملت ازاي ولا فين الشمال واليمين، and then you say الصوره دي هو المريض والمريض باصص للدكتور، خلاص؟ طيب بالنسبه للاجهزه الحديثه اللي هي المالتي سلايس نعم الاكسبوجر حضرتك قلت انه عالي قوي عالي جدا، هل بقى في اوبشن في الجهاز نعم ان انا اريدوس يعني مثلا الطفل اعمله اربعه كاتس اربعه سلايس بدل ما اعمله 320 مثلا؟ لا هو حضرتك ولا لازم يبقى السنتر عنده واحد عالي وواحد واطي؟ لا انا لا طبعا ده غير متاح في المراكز التشخيصيه، لكن احنا مشكلتنا وانا برضو يعني كلنا مع بعض في الميديكال فيلد وكده، ان كل لما الدكاتره المعالجين يسمعوا بجهاز حديث ينبه على المريض انه ما يعملش الا على الجهاز دوت، واحنا بيجي لنا ناس كتيره جدا يقول لنا الدكتور قال لي ما تعملش الا على 64 او على، وهو عاوز يصور الفيمر والفيمر ولا بتجري ولا بتروح ولا بتتحرك، يعني اي جهاز في الدنيا هيصورها، فانت كل لما تطلع بالديتكتورز خلي بالك انك بتطلع بالاشعه، بتطلع بالجرعه اللي هياخدها المريض، وهو مش محتاج كده الا لو كان عنده حاجه بتتحرك بسرعه وانت عاوز سرعه في التصوير. أصبح دلوقتي عشان إحنا برضو عندنا نفس الخلل، إحنا أول ما نسمع على جهاز جديد نجري ونشتريه عشان نكتب على العيادة والبتاع الأحدث جهاز وأقوى حاجة في الدنيا والكلام ده كله. فلو أنا مثلا رحت اشتريت جهاز 128 وحضرتك بعت لي طفل عاوز يعمل سي تي أوف ذا تشيست، خلاص؟ يبقى أنا هعمل للطفل دوت في ثانيتين، بس إيه الفرق ما بين الثانيتين والعشر دقايق؟ بالنسبة للوقت والحركة اللي احنا فيها في ولا حاجة، لكن بالنسبة للعيل نفسه هيبقى خد. فأصبح دلوقتي في تكنيكس جديدة دخلت في السي تي بس لسه موجودة بره مش موجودة عندنا، اسمها لو دوز سي تي، ان انا عندي الجهاز 128 بس انا هختار الكيلو فولت والملي امبير بما يتناسب مع المريض علشان ما عرضوش لكميه ضخمه من الاشعه، وده هياثر على الكواليتي اوف ذا ايمج سنه خفيفه، لكن هينقذ المريض من حاجات كتيره. وانت احنا مشكلتنا برضو هنا ان احنا يعني بنحب المظهره قوي، فانت عاوز تطلع الصوره واضحه جدا وجميله جدا بس مالكش دعوه ايه اللي حصل للمريض. واجهزه الشركات الاجهزه بتعتمد على كده، بيجيب العيان او فولنتير مش عيان ويعرضه لكميه ضخمه جدا عشان تطلع صوره جميله جدا عشان يوريها لك تفتكر ان هي دي الصوره اللي الجهاز بيطلعها كل يوم، which is not، علشان يبيع الجهاز وانت تتخيل ان هي دي الصور اللي هو بيطلعها على طول. فدلوقتي في كلام كتير جدا بيتقال على اللو دوز سي تي بالذات بالنسبه للاطفال علشان ما نعرضهمش لكميه ضخمه جدا من الاشعه ملهاش اي لازمه خالص. اوكي يا شباب؟ تمام؟ في اي اسئله تانيه؟ اوكي.
then we'll proceed. هنبتدي دلوقتي واحنا ماشيين في السكه هنقول ايه 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 فايده البلين اكس راي، وامتى تلجا للسي تي لو كان في فايده لهذا الموضوع. فاحنا concerning اللانج بالذات بنقسم اللانج ديزيزز الى تو مين كاتيجوريز، فوكال لانج باثولوجي وديفيوز لانج ديزيز. الفوكال لانج باثولوجي بينقسم من وجهه نظر الاشعه واعتقد برضو من وجهه نظر حضراتكم الى اربعه مين كاتيجوريز، يا اما الفوكال يعني ان في ليجن في اللانج او اثنين او ثلاثه ولكن بقيه اللانج سليم. ديفيوز لانج باثولوجي معناها ان اللانج كلها شمال ويمين متبهدله. خلاص؟ ففوكال لانج يعني زي دولت كده، يا اما في نوديول يا اما في ماس يا اما في باتش يا اما في كافيتي. هم دولت الاربعه المين كاتيجوريز المعروفين بالنسبه للفوكال لانج باثولوجي. اذا ما هو تعريف النوديول بالنسبه لنا وبالنسبه لكم؟ النوديول از ويل ديفايند ليجن حجما اقل من 3 سم. الماس از ويل ديفايند ليجن حجما اكتر من 3 سم. الباتش از ان ايل ديفايند ليجن وجواه اير برونكوجرام. اير برونكوجرام يعني في هواء في البرونكاي على باك جراوند اوف كونسوليديتد لانج، يعني اللانج فيها كونسوليديشن وفي المجاري الهوائيه لسه بيتنت ومليانه هواء. ده ليه فايده عظمى في التشخيص. بعد كده كافيتي، والكافيتي بالنسبه لنا في الاشعه وبالنسبه لحضراتكم برضو هو الحاجه الكوره اللي موجوده في اللانج، يا اما كلها مليان هواء يا اما لازم حته فيها هواء. يعني الكافيتي ممكن يكون كلية مليان هواء زي دوت كده، يا اما يكون فيه هواء وفي حاجة تانية، والحاجة التانية دي ممكن تكون فلويد ليفل وممكن تكون ماس جوه الكافيتي. هم دولت البوسيبيليتيز اللي احنا عارفين. وانا برضو منين ما بقول للحاجات ديت بطرح على حضراتكم هذا السؤال: if you know another focal lung lesion ممكن نضيفه للليستة ديت، يعني غير النوديول والماس والباتش والكافيتي، ممكن تقول لي عليه دلوقتي واحنا بعد كده نضيفه ونجيب سيرته وكل حاجه ويبقى واحد اوف ذا ستاندردز. لكن هم دولت المعرفين في الكتاب، واحنا دايما نسال الناس اذا ربما يكون عنده فكر اخر او عارف حاجه تانية ممكن احنا نستفيد بيها. And do you know focal lung lesion in the lung يخرج عن هذه الاربعه كاتيجوريز؟ بس لو باتش من غير اير برونكوجرام، يعني لو عندي باتش ما بتبقاش اسمها باتش. لا، الباتش باي ديفينيشن لازم يكون فيها اير برونكوجرام عشان تبقى باتش. لو هي ما فيهاش اير برونكوجرام this is a solid lesion and will consider as a mass على حسب حجمه. يعني كولابس الكونفشنال اكس راي والاستراكشر للبرونكاس وفي كولابس. اوكي، الكولابس ال لا الكولابس حضرتك ليه وضع مختلف، اللي هو قبل ما يفقد الاير برونكوجرام، يعني في الاول خالص كان في اير برونكوجرام and later on فقد الاير برونكوجرام وبقى كده then you know the lesion by the previous appearance. اوكي طيب نبروسيد. لو احنا قررنا احنا بصينا على الشيست سواء بلين اكس راي او سي تي بتاع الطفل ولقينا عنده بالمونري نوديول، فالنوديولز دولت هم بتوع الكبار اللي هم موجودين في الشيست بتاع الادلت، اللي هو التوبركلوما والهامرتوما والبريفرال برونكوجينيك كارسينوما والميتاستاسيز والبلمونري اي في ام او فاسكيلار مالفورميشن والهايدايتد سيست. لو احنا طبعا بنتكلم على طفل ففي ما فيش مجال للايه للبريفرال برونكوجينيك كارسينوما، فدولت تقريبا بيكون هم الديفرنشال دايجنوزيس اوف ذا بلمونري نوديولز اللي هم الخمسه دول. حد طبعا هيقول لا في وفي الكتب طبعا في بلمونري نوديولز بالعبيط وفي الكتب الباطنه 600,000 نوع وحاجات زي كده، بس احنا في الشيست ذيس از ماي بوليسي شخصيا، يعني ان انا يعني واحنا بنتكلم على البراكتس، يعني ما بنتكلمش ولا على الامتحانات ولا بنتكلم على اللي هو حد عاوز يسمع حاجه يعني او حاجه. انا بكلمك على البراكتيكال راديولوجي اللي هو انت تستفيد بيه في عيادتك وتستفيد بيه في كل مكان، واللي انا بطبقه شخصيا. لو انا عندي شيست اكس راي بتاع الطفل وطلع فيها نوديول يعني ليجن ويل ديفايند اقل من 3 سم، هم دولت البوسيبيلتيز بيزد على ايه؟ على ان الحاجات ديت هي اللي فريكوينتلي سين ان ذا كلينيكال براكتس.
وانا دايما كنت اسال الناس، هل انت تعرف بالمونري نوديول بتتشاف في الشيست سواء بتاع الطفل او بتاع الراجل الكبير غير اللي انا عارضهم دولت؟ بس بشرط واحد بس، ان النوديول ديت اللي انت هتقول لي اسمها تكون بتتشاف على الاقل مره كل 6 شهور. Is it fair انك انت تقول نوديول بتتشاف مره كل 6 شهور؟ يعني في امل ان احنا نشوفها ماشي، لكن ما تقوليش نوديول. انا نفسي 20 سنه في الاشعه ما شفتهاش الا مره واحده في حياتي زي الروماتويد نوديول مثلا يعني، او ما حدش يقول نوديول مكتوبه في الكتب وما بتتشافش خالص ان ذا كلينيكال براكتس. ايه الفايده ان انا احطها في وسط دولت وبرجل نافوخي بيها؟ مفيش فايده. يبقى انا اللي انا مستفيده ان انا يكون عندي بالمونري نوديول بشوفها كل شويه، والشويه دولت 6 شهور، دي زمن مش قليل، دي زمن يعني معقول، بحيث ان انا لما الاقي بالمونري نوديول اقول ايوه دي واحده من الشويه دول، فغالبا 99% هتطلع واحده من اللي انا قايلهم دولت، و1% هتطلع حاجه غريبه جدا لا انا هعرفها ولا انت هتعرفها ولا اي حد تاني يعرفها الا بعد لما تتشال سيرجيكالي او تبقى بايوبسد او اي حاجه زي كده. خلاص، فاحنا يا جماعه في هذا الكلام وي ديبند اون ذا كومن، وي ديبند اون ذا كلينيكال براكتس، الحاجات اللي هي بتتشاف فريكوينتلي. فانا بقول لحضراتكم دولت اللي احنا بنشوفهم فريكوينت، التوبركلوما والهامرتوما والديبازيت والافي ام والهايداتد سيست. بعض دكاتره الامراض الصدريه بتعترض على الاي في ام، بيقول لك ان الاي في ام البلمونري فاسكولار مالفورميشن از نوت كومنلي سين ان ذا تشيست اوف ذا ادلت او ذا بيدياتريك تشيست. بس احنا عشان في الاشعه وي درين كل الديبارتمنتس، يعني بناخد الامراض الصدريه والاطفال وجراحه الصدر وجراحه القلب و و و، فعندنا البلمونري الاي في ام از كومنلي سين از فريكوينتلي سين ان ذا كلينيكال براكتس. واعتقد ان انتوا في الاطفال الاي في ام از وان اوف ذا يعني الحاجات المعروفه بالنسبه لكم اللي هي بتتشاف الى حد ما فريكوينت ان ذا كلينيكال براكتس. تاني، لو انا شفت البلمونري نوديول وعاوز اطلعها واحد من الخمسه دولت، اي ويل ديبند اون ذا كاركترز. ايه هي الكاركترز المتاحه بالنسبه لي؟ الحاجه ده ديفينيشن معروف كويس قوي في الاشعه، نوديول اللي سموز اوت لاين يعني المارجن بتاعتها سموز وجواها كالسيوم از ا بناين ليجن، والبناين ليجنز اللي هم دولت التوبركلوما والهامرتوم. والسؤال دوت مطروح كتير جدا، هل احنا في الاشعه وي هاف تو ديفرنشيت ما بين التوبركلوما والهامرتوما راديولوجيكالي لان دوت هيتعاكس على الكلينيكال مانجمنت بتاعت العيان؟ كتير جدا من امراض من دكاتره الامراض الصدريه قالوا لا، لان التوبركلوما والهامرتوما ار بناين، التوبركلوما والهامرتوما نيفر تيرن مالجنت، التوبركلوما والهامرتوما ما لهمش ميديكال تريتمنت سبيسيفيك. ده الكلام اللي وصلني، واي حد عاوز يعترض عليه ممكن يعترض ويقول وجهه نظره واحنا نغير كل اللي احنا بنتكلم فيه. طيب لو احنا عارفين ان التوبركلوما والهامرتوما سموز ايدج كونتيننج كالسيوم، ذن ممكن تفرق ما بينهم كده يعني بالاقتراح، اقترح لنا دي تنفع تبقى ايه؟ التوبركلوما is mainly located in the upper lobes while the hamartoma is usually located in the lower lobes or anywhere in the lung. التوبركلوما الكالسيوم اللي فيها ملوش ديسكريبشن واضح، بيحصل زي ما يحصل، لكن الهامرتوما الكالسيوم اللي فيها بيبقى بوب كورن او زي الفشار او او او. التوبركلوما ما بتحتويش على فات، الهامرتوما ساعات يكون فيها فات، لكن فات قليل قوي بحيث ولا تعرف تشوفه في السي تي ولا تعرف تشوفه في الايه؟ في البلين اكس راي. يبقى اذا التفرقه ما بين الاثنين ما هياش ضروريه، لكن ممكن تقترح ان ده ممكن يكون توبركلوما ممكن يكون هامرتوما. And this is an example. This is a pulmonary nodule containing calcium موجود جواها، باين في البلين اكس راي، باين برضه في السي تي ان النوديول از توتالي كالسيفايد. Then by the presence in the upper lobe in particular and you can suggest that this is a tuberculum. لو احنا في الاطفال بقى بالذات لما تلاقي نوديول كده and you see mediastinal lymph nodes. And if you remember the anatomy، طبعا كل بقى لما ندخل في الباثولوجي هتلاقي الاناتومي يعني I hope you can see that this is the aortic arch اللي احنا قلنا عليه الموزة، وان ده هو the superior vena cava. ورا ال superior vena cava في كورة كبيرة جدا representing retro cava lymph node. بعد شوية لتحت كده شوية في كور تانية كتير 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 كده which represents mediastinal lymph node. اللي مخليك مش عارف تشوف الفيسلز كويس ان هم ما حقنوش صبغة كفاية علشان تبين ال
إذن the presence of pulmonary nodule and mediastinal lymph nodes, this is known as the primary complex, معروف جدا في الأطفال اللي هو الجونز فوكس والليمفانجايتس والليمفادينايتس. And this is this lesion, you can easily say that this is the tuberculoma we mean, or the gonz focus. Then this is the mediastinal lymphadenopathy representing the primary complex. And this is another case في واحد عنده 19 سنة. ال chest X-ray الأولانية اللي فيه بينت إن فيه هنا fullness كده زي ما يكون فيه paratracheal lymph node. بعد شويه او بعد شهرين بقى الموضوع اكبر، الليمف نودز كترت وبقى في بالمونري بارينكيمال انفلتريشن او كونسوليديشن. ان يو كان سي هنا اهوت في السي تي الاير برونكوجرام، وهنا واضح قوي ده ارش وده اورطه، واضح ده سوبير فينيكيفا، واللي ورا السوبير فينيكيفا هي الليمف نودز. اند ذا بريزنس اوف ذيس كومبوننت بالمونري بارينكيمال ليجن سواء كان نوديول او باتش. And the mediastinal lymph nodes in the pediatric age group, then you remember that this is represents the primary complex. This is a female patient, 12 سنة وعندها chest X-ray بين إن في زي ما يكون hilar lymph nodes. طلبوا لها تعمل CT بس عملت CT متأخر شوية بعد أسبوعين، فلما عملنا الاسكانوجرام لقينا إن في كمان consolidation in the lung. فلما خدنا المقاطع طلع consolidation in the lung زي ما حضرتك تفضلت. فقد الاير برونكوجرام لان اللنج لما تكولابس البرونكاي يبقى فيها هواء، وبعد شويه الهواء يروح من البرونكاي فتبقى مصمطه. طيب ايه اللي خلاني اقول على ديت انها هي بتاعت الباتش بتاعت زمان وما اقولش عليها ماس دلوقتي؟ ذا كونفيجريشن، ذا هيستوري، ذا ابييرنس، كل حاجه، لان الماس عباره عن كوره وديت عباره عن سيكتور ان ذا لنج كونفورمينج مع وان اوف ذا لوبس او وان اوف ذا سيجمنتس. Then if you look carefully in the mediastinum and you can see الكور دهيت اللي هي representing mediastinal lymph nodes، ولما تلاقي جوه lymph nodes calcium you are sure ان this should represent or highly representative of tuberculous lymphadenitis. And this is an example of mediastinal lymph node containing calcium, and this is another example of a mediastinal lymph node containing calcium. يبقى كل دول عبارة عن the primary complex enlarged mediastinal lymph nodes. طبعا lymph nodes الانفلاماتوري بتبقى عاملة زي الخراج، يعني عبارة عن صديد من جوه والحرف بتاعها واخد صبغة زي الابسس بالظبط، وبالتالي you expect ان هي كده وفيها central breakdown، فيها matrix calcification، وكون ان الليمف نودز في الميديستاينم it can compress the bronchus وتقفلها وتعمل consolidation، والconsolidation يعمل بعد كده collapse. And this is also another example of a primary complex. دايما واحنا في الاطفال عندنا يعني بالذات الصغيرين شويه في السن ان يسي on either side of the mediastinum bulging masses كده، وفي اللاترال فيو ان يسي the mass is anteriorly located. طبعا في الوقت دوت ممكن حد يقول ممكن دي تكون سايموس، ممكن دي تكون ليمف نودز، ممكن تكون ليمفوما، ممكن من كل الحاجات دي وارده. Then you should go ahead، طالما ما عرفتش تحل مشكله العيان بالاكس راي you go to the CT، then you solve the problem. If you see a pulmonary parenchymal lesion، you see calcium in the lymph nodes، you see breakdown، كل ديت هتساعدك على انك انت توصل الى الحل بتاع البرايمري كومبلكس. Then this is just an example of the hamartoma. وكلنا عارفين ان الهامارتوما عبارة عن benign lesion معمول من normal cells in abnormal location. الهامارتوما عبارة عن كورة in the lung containing calcium. Usually الكالسيوم بيبقى عامل زي الفشار، بس مش شرط في كل الأحيان. لكن this is an example of a hamartoma in أحد عارف مكان الهامارتوما دي فين؟ Anatomically. هي ليفت صح، لكن انه لوب بقى lower lobe، صح lower lobe because this is the tracheal bifurcation and this is the upper lobe and this is the lower lobe. زي ما اتفقنا اول ما التراكيه تتقسم يبقى في upper lobe وفي lower lobe، اول ما التراكيه تتقسم يبقى في الاس سكشن بيتقسم، يبقى this is in an upper lobe and a lower lobe. اتفضل يا باشا. اوكي، يبقى كون ان this is a well defined lesion موجود في اللنج containing calcium يبقى هو واحد من اثنين، يا اما يكون تبركلوما يا اما يكون هامرتوما، ولو اتشال سيرجيكالي او هو بايوبسيد then you can confirm the diagnosis. Another case two different examples of hamartoma in the lung. This is the mosa الاورتيك ارش and this is the lesion.
يبقى الليجن ده فين؟ ليفت ابر لوب، صح كده؟ اند ذيس از ذا تراكيا، ذيس از ذا ليفت ابر لوب، ذا ليجن ان ذا ليفت ابر لوب. And this is another case of hamartoma. It's located posteriorly, but طبعا ما فيش هنا برونكاي، ما فيش حاجة خالص. And you are lower down in the lung base, and this is the left lower lobe containing calcium. Then, if you look to these two lesions, you cannot say for sure دوت tuberculoma ولا hamartoma. And you see a lesion with a smooth edge, في اللانج ويندو يو كانوت سي ذا كالسيوم انسايد ذا ليجن، لازم تكون في الميديستاينال ويندو عشان تعرف تشوف الكالسيوم اللي موجود جواه. And this is an example انك انت تعمل ميديستاينال ويندو، then you can see the lesion and you can see calcium inside. كالسيوم في نوديول ونوديول سموث ايدج يساوي بناين. كالسيوم في نوديول ونوديول سموث ايدج يساوي بناين، بناين يعني توبركلوما او هامرثوما. Then you came to the metastasis. The metastasis are usually diagnosed by multiplicity أو إن المتاستاسيس تكون solitary بس العيان يكون معروف إن هو عنده primary malignancy. يعني لو إحنا بصينا على الشيست إكس راي ده أو السي تي ده، then you can see multiple pulmonary nodules. Then the diagnosis of metastasis is easy لأن معظم الحاجات التانية are extremely rare to be multiple ما عدا الهيداتيك. هو اللي ممكن يكون مالتيبل بس مش رير، لكن الاي في ام رير انها تكون مالتيبل، والتبركلوما والهامرتوما رير ان هم يكونوا مالتيبل. يبقى اذا مالتيبل ليجنز ار يوزوالي سجستيف اوف ميتاستاسيس، سوليتري ليجن ان ذا بريزنس اوف ا نون برايمري مالجنسي از اولسو سجستيف اوف ميتاستاسيس. This is an example of multiple metastases in the lung بال CT. ادي واحده وادي واحده وادي واحده وادي واحده وادي واحده، كل دولت metastatic deposits of variable size. And this is example of metastasis by plain X-ray. Then, if you look to this pediatric chest and you see a mass in the left lung, okay? And you would like to reach the diagnosis. This is a solitary lesion. مفيش بقى معاه other lesions. Then you know that this patient had an Ewing sarcoma. Then you know, and this is a metastatic deposit from Ewing sarcoma. Also, the metastasis can be miliary and can be cannonball, اللي هو المتاستاسيس الدوشم الكبيرة أو المتاستاسيس الصغيرة. And this is an example of miliary deposits which are calcified in a case of osteosarcoma. اللي عارف طبعا الاوستيوساركوما can produce metastasis containing calcium and even bone جوه المتاستاسيس نفسها. This is a bone forming tumor and you can see a widespread calcified or ossified metastatic deposits throughout the chest. And you reach this diagnosis by the knowledge of that the patient had an osteosarcoma beforehand. Also, this is a male patient. تفضل. نعم، يس. But the miliary tuberculosis عنده حاجتين مختلفتين عن كده. نمرة واحد إن الشادوز ار سمولر، نمرة اتنين they do not contain calcium. Miliary TB is a hematogenous disease does not contain calcium. الميلياري تي بي. ولكن هذا المريض معروف ان هو عنده اوستيوساركوما، then you consider this are as metastatic deposits. Also this patient عنده 14 سنة and he is known to have an osteosarcoma and you can see this very big mass in the right lung, okay, in the right lower lobe, and you can see calcium, you can see areas of necrosis inside the lesion, and this is a cannonball deposit from osteosarcoma. Okay, this is the female patient 17 سنة. ال CT chest بتاعها بين كورتين، والكورتين مع زي الثلاثة زي الأربعة زي الخمسة representing metastasis most likely. Then another focal lesion in the dome of the liver also representing a metastatic deposit. The lower down section in the pelvis showed the presence of a destructive lesion in the iliac bone which has proved to be an Ewing sarcoma, and this is the metastasis from Ewing, and these are also the metastasis from Ewing. من غير السكشن ده ومن غير الليفر we should assume ان الاثنين دولت as metastatic deposits. Then you came to the pulmonary vascular malformation which is an easy diagnosis if you have the clue اللي هو انك انت تلاقي pulmonary nodule which is connected to the hilum بحبلين، الحبل الاولاني اللي هو the feeding artery والحبل الثاني اللي هو the draining vein. Then you know that this is a vascular malformation. And في الايام السابقه لما كنا نعمل شيست اكس راي ونلاقي نوديول كده ونحس ان في حبلين موصلين النوديول بالهايلم، نروح جايبين قسطره وداخلين في الفيمورال فين ونطلع على الانفيري فينيكيفا ثم الرايت اتريوم ثم الرايت فنتركل ثم البلمونري ارتري وبعدين نحقن سابه.
then you can see the feeding artery and then you can see the draining vein. ولكن في الوقت الحالي بعد المالتي ديتكتور سي تي اللي انا حكيت لحضراتكم عليه تحقن شويه صبغه صغيرين في الوريد، تقول لي السي تي صور لما الصبغه تيجي في البلمونري ارتري، حسابات سهله جدا على الكمبيوتر، then you can تصور واعمل ريكونستراكشن ولون واعمل زي ما انت عاوز، then you can see the AVM، you can see the feeding artery and you can see the draining vein. Non invasively ما بتجيش جنب المريض خالص، ما تعملوش ولا قساطر ولا اي حاجه خالص. And this also two examples of pulmonary vascular malformation. واحد عنده bilateral vascular malformation اتعمل لها embolization. وده small pulmonary vascular malformation and you can see the feeding artery and the draining vein. This is the classic for diagnosis of AVM. You should have a feeding artery and a draining vein. يبقى اذا لو احنا بصينا على الشيست اكس راي او بصينا على السي تي ولقينا بالمونري نوديول، فاحنا في الغالب بنتعامل مع واحد من خمسه، يا اما ان هي تكون تبركلوما، يا اما ان هي تكون هامرتوما وعرفنا ازاي نفرق ما بينهم، يا اما تكون فاسكولار مارفورميشن وليها بيديكل، يا اما ان هي تكون ميتاستاسيز سوليتري ومعروف ان العيان عنده برايمري مالجنسي او مالتيبل ومش مهم المعرفه ان هو عنده برايمري مالجنسي ولا لا، يا اما ان هي تكون هايداتد سيست. والهيداتيد سيست يا جماعه بتشخص في اللنج بان هو الكوره الوحيده، خلي بالك بس من الكلمه دي، الهيداتيد سيست هو الكوره الوحيده التي تحتوي على ميه في اللنج. خلاص انا عارف انت هتقولي دلوقتي بس يعني ايه، خد الكلمه دي مني ثقه، الهيداتيد سيست هو الكوره الوحيده التي تحتوي على ميه في اللنج، سواء في الشيست بتاع الادلت او في البيدياتريك او اي حاجه خالص. وانت بس في البلين اكس راي ما تقدرش تعرف الكوره اللي انت شايفها دي فيها ميه ولا لا، فانت تحتاج انك انت تعمل الترا ساوند او سي تي عشان تتاكد من وجود الميه جوه الليجن، لان اف يو سي ميه جوه الليجن ذس از فور شور هايداتد سيست ان ذا لانج. هجي له دلوقتي. Then you came to the pulmonary masses. هنتفاهم فيها دلوقتي موضوع اللونج ابسس وموضوع الانسيست ديفيوجن ان ذا فيشر وكل اللي انت بيخطر في بالك خطر في بال ناس كتيره جدا وقالوه وعندي ليه اجابات قانعه وشافيه مقنعه وشافيه ان شاء الله. الماسز اللي في اللونج يا جماعه بتوع الراجل الكبير هم ثلاثه بس، اللي هم البرونكوجينيك كارسينوما الكبيره والميتاستاتيك ديبوزيت الكبيره والهيداتيد سيست الكبير. لكن بالنسبه للبيدياتريك الموضوع بيختلف شويه، لان مفيش برونكوجينيك بس في ميتاستاسيس وفي هيداتيد سيست. في بقى بدل البرونكوجينيك ذا تيومر ويتش از نون از ذا بلمونري نيوروبلاستوما، اللي هو الماس الكبيره الموجوده في اللنج في الطفل الصغير. وفي حاجه جديده بتتقال دلوقتي في الليترشر وانا احب ان انتم تعرفوها عشان حاجه متعلقه بيها هقولها لكم دلوقتي، اسمها انفلاماتوري سودو تيومر. It is a big mass in the lung of the pediatric patient. والماس دي ليها كاركترز معينه تشبه الى حد كبير ذا نيوروبلاستوما، بس عاوزين نفرق ما بين الاثنين وبعضهم. اذا لما تعمل اكس راي اوف ذا تشيست بتاع الطفل وبعدين تلاقي هذا المنظر اللي هو زي ما يكون في ماس كبيره مش مفصوله قوي من الهارت، او هذا المنظر زي ما يكون في حاجه ضخمه جدا في الرايت لانج، then you would like to verify ايه الكوره الكبيره دي، فيها ميه ولا ما فيهاش، فيها كالسيوم ولا ما فيهاش، سوليد ولا مش سوليد، هي كوره فعلا ولا ده كونسوليديشن وانا مش شايف الاير برونكوجرام. كل الحاجات ده هي تحتاج مننا ان احنا نعمل سي تي. then if you have a CT scan and you can see that this is a mass and the mass in particular contains calcium، نسبة الكالسيوم في النيوروبلاستوما يا جماعة بالسي تي توصل إلى 85%، يعني معظم النيوروبلاستوماز can show calcium in the CT images. Then you know that this mass is most likely a neuroblastoma, especially لو كان سن المريض تحت سن 5 سنين وكده. Then you start the assessment of intraspinal extension، لأن التيومر دوت بيبقى جنب الفرتبرا فممكن يدخل through the foramen. You see contralateral extension، لأن التيومر عدى الميد لاين، لأن ده بيأثر على البروجنوزس والستيجنج. And you see for local and distant metastasis، هل في metastasis في اللنج؟ هل في metastasis في الليفر؟ هل في البرين؟ هل في البون؟ كل الكلام ده وظيفة الايه؟ وظيفة السي تي. And this is the case of a neuroblastoma 16 سنة and this is the chest x-ray and you can see a mass here.
ولكن to further verify the lesion and you perform a CT scan and you see the mass and you see an area, big area of central necrosis. أي حد منكم ممكن يفكر دلوقتي يقول لك الماس اللي أنت بتتكلم عليها دي كلها مليانة مية. ليه أنا I cannot consider الماس دي أنا مثلا hydatid cyst ولا حاجة من اللي أنا كنت لسه قايلهم دلوقتي. في قاعدة ذهبية جدا في الأشعة بتقول لك لو انت عندك اي ليجن is formed of two components واحد منهم cystic واحد منهم solid لا ما تبصش خالص على cystic component then you consider this lesion as a whole as solid. ليه؟ لان cystic component اللي انت شايفه ده just a breakdown or cystic degeneration of a solid component of the lesion beforehand up to ان وده حاجه مشهوره جدا في الفيميلز انك انت الاوفيريان تيومرز كلها بتاعتهم معظمها cystic. لما تلاقي سيست قد كده وفي نوديول قد كده ان يو كونسيدر ات سوليد ان يو كونسيدر ات مالجنت. لكن لو هو قد كده وما فيهوش اي نوديول خالص ذس از بناين سيمبل اوفيريان سيست. اوكي يو جوت ذس ماتش ذس از فيري امبورتنت. اي سيستك ليجن جواه سوليد كومبوننت از كونسيدر توتالي سوليد توتالي سوليد عشان نحل المشكله. And you remember this example of a metastasis from osteosarcoma بتاعت الطفل اللي هو عنده 14 سنه. And this is the hydatid cyst. هنا هوت في البلين اكس راي في كوره في اللونج، لكن في السي تي ورانا الهيداتد سيست ده هوت مليان ميه. And this is the only الكوره الوحيده اللي مليانه ميه في اللونج سواء في الادلت او في ال. لو احنا جينا لموضوع اللونج ابسس، اللونج ابسس يا جماعه ودي حاجه يعني انتوا اللي هتشهدوا فيها مش انا. اللونج هل او خلينا نقول كم مره في حياتك شفت لانج ابسس من غير ما يكون في اير فلويد ليفل؟ كم مره شفت لانج ابسس مليان صديد ما فيهوش ولا نقطه هواء؟ ها ها كم مره؟ ولا مره صح؟ قول الحقيقه ولا مره مظبوط. And this is the definition of an abscess. ما عايز اقول لحضرتك انه يعني قد ايه الفريكوانسي هي دي بس هي دي. طيب يبقى لو افترضنا ان هي قليله نيجي للنكست ستيب. لو افترضنا ان في ابسس ومليان كله صديد then what about the wall of the abscess compared to the wall of the hydatid cyst. الهيداتد سيست الوول بتاعه is paper thin ولا وما بياخدش صبغه، لكن الابسس الوول بتاعه is thick وبياخد صبغه، صح كده؟ Then you came to the clinical ودي حاجة احنا في الأشعة يعني بنغفلها شوية لكن في الكلينيشنز مش المفروض يغفلوها. What about the clinical condition of the patient اللي عنده lung abscess والعيان اللي عنده hydatid cyst وما بيشتكيش من أي حاجة خالص صح؟ مظبوط؟ Then this is the differentiation. If then it turns into lung abscess. اه صح لو هو الهيداتيد سيست بقى سكندري انفكتد صار ابسس على طول مالناش داعي ننسى بقى موضوع الايه الهيداتيد سيست. Then if you see multiple masses in the lung you are in the differential diagnosis of one of two يا اما ان هم يكونوا هيداتيد يا اما ان هم يكونوا متاستاسيس. These are the multiple lesions in the lung سواء في الطفل او في الادلت. ممكن من البلين اكس راي تعرف ان دوت هيداتيد بعلامه واحده بس اسمها ذا هيلو ساين. And if you look carefully in the region, you can see air in the wall. Air in the wall of the region never exists in malignant lesions. Never. الوول الجدار اللي فيه هواء ده بتاع الهيداتد سيست. Then if you look carefully لده او ده, you can see some air in the wall of the cyst which is known as the halo sign. But if you cannot observe this finding, you can shift to the CT and you can easily identify the water content of the lesion which represents the hydatid cyst. نيجي بقى للليجن ده وانا قبل كده قابلت ناس في البيدياتريك كتار وسالتهم عن مدى علمهم بهذا الليجن فهم قالوا لي ان هو ما هوش مطروق قوي ومش معروف قوي in the clinical practice. لكن عندنا احنا في كتب الاشعه كاتبين كده This is the most common primary lung mass in children اللي هو اسمه inflammatory pseudo tumor. ما بيبقاش في التشيلدرن اللي هم بتوع السن بتاع النيوروبلاستوما اللي هو 5 سنين وانت نازل ولكن بيبقى في السكند ديكيد اللي هو 15 16 حاجات زي كده.
And this lesion is a mass, والماس ده هي sharply defined تشبه في كل أحوالها النيوروبلاستوما, and it also contains calcium. ويوجوالي موجودة في اللور لوب, والافرج سايز بتاعها حوالي 5 سم, لكن مفيش مانع أبدا تملى الهيميثوركس. أنا بس بقول الكلام ده هو لسبب إن أي حد من حضراتكم هيلاقي الليجن ده هو هيعتقد إن هو نيوروبلاستوم, كويس؟ وهذا الاعتقاد ما فيهوش أي حرج. هتروح الطبيعي إنك تحول المريض علشان ياخد بايوبسي, مظبوط كده؟ هتاخد البايوبسي فيروح طالع انفلاماتوري سيلز معرفش إيه 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 إيه. فإحنا الاتيتيود بتاعنا وبتاع حضراتكم برضو إنك تعتقد إن البايوبسي ما جاتش في المكان المظبوط, فتريكومند إنك أنت تريبيت البايوبسي. ده كل الحكاية اللي أنا بقولها دي حصلت. فريبيت ذا بايوبسي أند يو جوت ذا سيم ريزلت. خلاص؟ لما تحصل على ذا سيم ريزلت تقتنع ان ذيس از ان انفلاماتوري سودو تيومر. انا عملت الحكايه ديت مرتين وكلمت الطبيب المعالج وقلت له في حاجه اسمها كده, اند ذيس الريزلت بتاعت البايوبسي بتقول كده, مفيش داعي ان احنا نعيد البايوبسي مره ثانيه, لكن هو اصر وعدنا البايوبسي مره ثانيه فطلع نفس الحكايه. ده مفيش اي حرج ولازم تعمل كده, لازم تمشي في السكه دي. لما يكون في ماس ان ذا بيدياتريك شيست تشك الاول انها تكون نيوروبلاستوما وتبعته ان هو ياخد بايوبسي, ولما ياخد بايوبسي وتطلع انفلاماتوري سيلز وكده, then you may consider ان this is an inflammatory pseudotumor. الحقيقه الصوره اللي فاتت من الحالات بتاعتي انا والصوره ديت من الـ من الـ من من على الانترنت وكده, ان انفلاماتوري pseudotumor, وده المنظر بتاعه, وده بعد لما اتشال سيرجيكال. قالوا برضو في الليتريتشر ان الليجن دوت لما يتشال ما بيرجعش طبعا, it is a benign lesion وما بيحصلوش اي مشاكل. نيجي بعد كده للباتشز. يبقى احنا خلصنا النوديول وقلنا ان هم 5, وخلصنا الماسز وقلنا ان هم 4 اذا كنا حسبنا الانفلاماتوري سودو تيومر من ضمنهم, والباتشز هم 2. كلمه باتش يا جماعه معناها ان انا شلت الهواء اللي في الالفيولاي وحطيت مكانه حاجه. الحاجه ديت ممكن تكون ميه فيبقى العيان عنده بلمونري ايديما, ممكن تكون انفلاميشن فيبقى العيان عنده نمونيا, ممكن تكون هيموريج فيبقى العيان عنده بلمونري هيموراجيك ديس اوردر, ممكن يكون تيومر فيبقى العيان عنده الفيولار سيل كارسينوما, ممكن يكون بروتينز فيبقى العيان عنده الفيولار بروتينيوزيس. كل اللي انا قلتهم دولت ار ديفيوز لانج ديزيز ما عدا النمونيا ممكن تكون ديفيوز وممكن تكون فوكال. ومن ضمن الحاجات اللي بتتلخفن في النمونيا ولكن ما هياش ذات كومن ان ادلتس اللي هي البلمونري انفاركشن. البلمونري انفاركشن في البيدياتيك ايج انا شخصيا كنت فاهم ان هو قليل جدا, لكن بعض البيدياتريشنز قالوا لي لا الانفاركشن از كومن بالذات في الناس اللي سيكل سيل والحاجات اللي زي كده. ده الانفاركشن والنمونيا في الغالب هيبقوا شبه بعض لان هم عباره عن باتش والباتش فيها اير برونكوجرام. كون ان الانفاركشن عباره عن مثلث والابكس اللي جوه والبيز اللي بره والكلام ده كل ده بطل ما بقاش موجود ان ذا كلينيكال براكتس, لكن اللي مازال حي وقائم وفيري سوليد هو الكلينيكال بيكتشر اوف ذا بيشنت اللي عنده بلمونري انفكشن از توتالي ديفرنت عن العيان اللي عنده بلمونري انفاركشن. في اعتقادي يعني ان الاثنين لازم هيكونوا مختلفين شويه عن بعضهم. لكن اللي بيهمنا احنا لو انت بصيت على الشيست اكس راي والايد كونسوليديشن والايد الكونسوليديشن دوت فيه اير برونكوجرام وانت عاوز تختار ما بين الانفاركشن والنمونيا تختار مين بيزد على الشغل اللي احنا شغالين عليه وبيزد على الكلينيكال اللي انت هتشوفه, انا شايف انك انت هتختار النمونيا لان هي ماتش مور كومن عن الايه عن الانفاركشن. لكن لو انا عندي كلينيكال بيكتشر تضطرني ان انا اسسبكت الانفاركشن يبقى انا اي هاف تو دو انذر كونفيرماتوري تيست ويتش شود بي السي تي. خلاص يا جماعه اللونج سكان اللي هو الفي كيو والفنتيليشن بيرفيو كل ده مات ما بقاش موجود خالص انك لو حد بيعمله انا بعتذر له بس هي دي الحقيقه. لو ده عيان قريبي او بيهمني امره ولازم كل العيانين يبقى احنا بصفتنا دكاتره مسؤولين قصاد ربنا لازم كلهم يبقوا شبه بعض عندنا اللي قريبي ومش قريبي بيهمني المفروض ان هو يعمل سي تي علشان يشخص اذا كان عنده بلمونري امبوليزم ولا لا. فلو احنا بصينا على الشيست اكس راي ده انا كان سي ان في هنا اوباستي
واعتقد ان كلكم شايفين الاير برونكوجرام اللي جواها، صح؟ شايفين عباره عن شجره كده خفيفه مليانه مليانه هوا. Then you know that this is consolidation. والكوست اوف رينيك انجل هنا هو فري علشان ما نتلخفنش ما بينه وما بين الافيوجن، لكن وجود الاير برونكوجرام في حد ذاته is enough. And this is an example of a whole lung consolidation. يمكن ما بقاش موجود دلوقتي بعد الانتيبيوتكس وكده، لكن this is an example of an upper lobe consolidation and you can still see the air bronchogram. And this is an example of a left lower lobe consolidation collapse اللي هو مشهور جدا جدا في البيداتك، وده عندنا من ضمن الحاجات اللي هم بيجيبوها كتير قوي في الامتحانات عشان دايما بيبقى overlooked، على اساس ان الليفت لور لوب لما يكولابس بيستخبى ورا الهارت، لكن ستيل يو كان سي ذا اكسترا دنسيتي ان يو كان سي ذا اير برونكوجرام وذين ذا كولابسد لوب. في معظم الاحيان دولت في الغالب ما بتلجاش انك انت تعمل العين سي تي، النمونيا والحاجات دي سهله جدا بتتشخص كلينيكالي وبتتشخص بالشيست اكس راي والعيان بيتعالج وبيعمل فولو اب شيست اكس راي وكل الامور بتبقى تمام. امتى الجا للسي تي؟ لما يحصل كومبليكيشنز، لما تحصل بقى نمونيا تو بي كومبليكيتد وندخل بقى في افيوجن ونيماتو سيلز وامبايما وكل الكلام ده، ساعات تحتاج السي تي فيها. And this is an example of simple pneumonia in the middle lobe. And you can see the patch, you can see the air bronchogram inside, and this is the plain x-ray where you can see the extra density superimposed on the cardiac shadow in the lateral view. And this is another example of a middle lobe consolidation, AB X-ray, lateral X-ray, CT scan, and you can see the air bronchogram في واحد عنده سنة ونص. Then these are the complications of pneumonia in the pediatric age group. اللي هم ان العيان ممكن يجي له pleural effusion اللي بيسموه برا pneumonic effusion، او ان الافيوجن يبقى secondary infected فيبقى امبايما، او يحصل للعيانين زي بتوع الاستاف كده multiple او single nematocele، او النيماتوسيل يفرقع فيجيب للعيان نوموثوركس، او النيماتوسيل يبروسيد او مش يبروسيد والنمونيا تبريك داون فيطلع فيها ابسس، او ان العيان يجي له برونكيكسس سكندري تو بريزيستنس اوف انفكشن، او يحصل له هذا المشكله اللي هي اسمها كافيتري نكروز. الكافيتري نكروز يا جماعه برضو من الحاجات اللي هي recently introduced، انا ام شور sure ان انتوا عارفينها ولكن باسم تاني، بس هو ده الاسم بتاعها عندنا في الاشعه، cavitary necrosis complicating pneumonia in the pediatric age group. هنتكلم عليها شويه عشان لما انا عرفتها لقيت بشخصها كتير ولقيتها موجوده في الحالات بتاعه الارشيف بس تحت بنود تانيه غير كلمه cavitary necrosis complicating pneumonia. انا اوري لكم بس شويه اكزامبلز للكومبليكيشنز باي سي تي. And this is an example of effusion على الناحيه اليمين ومعاه شويه compression consolidation او pneumonitis كده في اللنج اللي تحت. This is the difference between the simple effusion and the infected effusion اللي هو هنسميه امبايم. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ ان حروف الانفكتد كولكشن بتاخد سبوه. وعاوز اقول برضو ان انا بيجي لي حالات كتيره قوي عشان الامبايما من ضمن التريتمنت بتاعها انك انت تشفطها بيركوتينيوسلي او تحط فيها استر، وده سهل بالنسبه للاشعه، مش محتاج اندر ووتر سين، مش محتاج اي حاجه خالص. فلما بنحط ابره في الدوت بنتوقع ان يطلع صديد، ما بيطلعش، بيطلع فلويد عادي جدا لونه اصفر كده شويه وكده يشبه قوي البلورال افيوجن. السبب في كده طبعا حضراتكم عارفين العيان اول ما بيجي له حاجات زي كده بيتهري انتي بايوتكس، وبالتالي لما طلع كوليكشن ما بيكونش لا صالح لا للكالتشر ولا لاي حاجه خالص، جاست وي دي كومبريس الفلويد الموجود. لكن احنا فروم ذا راديولوجيكال بوينت اوف فيو وي شود سي ان ذيس از ان انفكتد كوليكشن ويتش از موست لايكلي امبايما، اند ذيس از ان نون انفكتد كوليكشن ويتش ريبريزنتس ا سيمبل افيوجن. طبعا لو لقيت هواء، نقطتين هواء زي مثلا كده اهوت ان ذا كولكشن، تقسم بالله العظيم ان دوت انفكتد انفكتد كولكشن، ان هو امبايما يعني، بس بشرط ان يكون الهواء ده طلع لوحده، ما يكونش نتيجه ان حد دخل ابره وحاول يشفط وما عرفش والكلام ده كله. فلما يكون في منظر زي ده والمارجنز اوف ذا افيوجن ار انهانسنج، then you know that this is امبايما. لو كان في منظر زي ده والمارجنز ار انهانسنج and you see air loculi inside the lesion, then you are quite sure that this is an infected collection.
طبعا موضوع النباتوسيل اللي حضراتكم عارفينه كله ان هو is very common في العينين اللي عندهم staph pneumonia، وان هو بيبقى multiple، وان هو thin wall، وان هو distributed throughout the lung، وان هو بيرجريس مع الريجريشن بتاع النمونيا في معظم الاحيان، وان هو ممكن يرابشر ويعمل للمريض يجيب له شويه نوموثوراكس، وان النباتوسيل is much more common عن الابسس في العينين بتوع النمو. لكن النمونيا لو هي بيرزيستنت، بالذات اللي هي ليها سبب، يعني هذا حد بلع فورين بودي وما اتشالش والكلام ده كله، فبيحصل فيها بريك داون وتتحول الى ابسس. ولما تتحول الى ابسس بتحتوي طبعا على هواء وفي اير فلويد ليفل، ولما الابسس يبقى كرونيك يروح العيان كحيح الصديد اللي جوه الابسس ويتحول كله الى كافيتي مليان هواء بس زي ما هنتكلم دلوقتي. And this is an example of pneumonia going into breakdown. This is the pneumonic consolidation. بعد شوية ابتدى يحصل يطلع الهواء ويحصل الـ breakdown within the lesion. Also, the development of bronchiectasis is one of the complications of pneumonia. وهنا the plain X-ray، احنا ما بنعرفش نشخص البرونكيكسز من البلين X-ray إلا لما تكون cystic، يعني لما تكون كور 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 كور. لكن البرونكيكسز السلندر او الفاريكوز او كل الكلام ده ما نعرفش نجيبه خالص من البلين اكس راي، لازم له سي تي. اما الفحص دوت اللي هو اسمه برونكوجرافي، فالفحص ده بطل من زمان قوي قوي، من قبل المالتي ديتكتور سي تي ما يطلع، بسبب الصبغه اللي احنا كنا بنستخدمها اسمها هاي تراست، وديت بنروح جايبين. تخيل انت لما تنزل في زورك نقطه ميه واحده بس تقعد تكح كان روحك هتطلع. احنا بقى متعمدين عامدين بنجيب ازازه مليانه قد كده ونحنا كلها في التراكيه والمين ستيم برونكار. طبعا عمليه شاقه جدا جدا على المريض، وبنديله سيرفس انستيزيا، بنعمل كل اللي نقدر عليه، لكن هذا الفحص كومبليتلي دلوقتي بقى ممنوع تماما، والصبغه لا تنتج وكده، وهاز بين توتالي ريبليسد باي ذا سي تي سكان. And by the CT scan you can easily diagnose the presence of bronchiectasis بمنتهى البساطة. وبيزد على اللنج اناتومي اللي انا قلته لك، فممكن تقول دي في اللور لوب ولا في الابر لوب ولا في انهي سيجمنت، وكل الكلام دوت بقى بالنسبه لنا سهل جدا. And also تحت بند البرونكيكسيس بيجي هذا الديزيز مشهور جدا في الاطفال وكذلك في بعض الكبار اللي هو the cystic fibrosis. سيستيك فايبروزس زي ما حضراتكم عارفين ان هو بعض الناس كانت حتى بتسميه ميوكو فيسيدوزس، يعني الميوكس بقى فيزيد نتيجه ان الووتر كونتنت بتاعه قليل نتيجه الخلل اللي موجود في هذا الترانسبورت سيستم، وبالتالي لما الميوكس يبقى فيزيد يقعد في البرونكاي، ولما يقعد في البرونكاي يسدها، ولما يسدها يحصل انفلاميشن اوف ذا وول وتبتدي البرونكاي تدايليت ويبتدي يحصل فيها برونكياكتس. فالشغلانه ديت از ايزيلي دايجنوزد فروم ذا بلين اكس راي، شيء المنظر ده يكاد يكون تيبيكال بتاع السيستيك فايبروز. عباره عن ايه هو؟ بعض الناس بتقول غباشه في اللنج بنسميها جراوند جلاس ابييرنس، و الثيكنينج اوف ذا برونكيال وول متشاف هنا، دايليتد برونكاي برضو بتشاف هنا. في السي تي هتلاقي حاجتين مشهورين قوي، حاجه اسمها جلافد فينجر، يعني كأن واحد لابس جوانتي اللي هو البرونكاي متعبيه الميوكس الفيزد، وحاجه اسمها سيجنت رينج اللي هو البرونكاس والارتري اللي جنبها. البرونكاس بقى دايليتد لكن الارتري لسه صغير، فبقى عامل زي الخاتم اللي ليه فص الماز او حاجه زي كده. These are the two signet ring sign. The two signs, gloved finger اللي هو البرونكاي مليانه سبيوتم، وال السيجنت رينج ساين. في اخر الانفلاميشن قبل ما نتكلم على الكافيتري نكروزس، عاوزين نقول كلمتين بس على السيكوستريتد لونج. السيكوستريتد لونج زي ما حضراتكم عارفين من الحاجات الصعبه جدا في التشخيص. ده يقول لك ان احنا بنعرفها بان كل الطفل دوت او الادلت كل شويه يجي له انفكشن ان ذا سيم بليس، وبعدين يخف وبعدين يجي انفكشن ان ذا سيم بليس وكده، لحد لما تشك ان ذيس از نوت ادكوتلي ايريتد اريا، يو نيد انك انت تعرف. فكان الحل الوحيد عشان تشخص ان دي سيكوستريتد لانج انك انت تدخل سيلكتفلي ان الاورطه وتحقن صبغه، فتلاقي برانش طالع من الاورطه رايح للحته بتاعه الانفكشن، فتعرف ان ليها سيستميك سبلاي، فتعرف ان هي سيكوستريتد لانج سينج. وفي بعض الاحيان يو كان سسبكت الموضوع دوت من المناظر بتاعه السي تي سبيشالي، مش البلين اكس راي. يعني في البلين اكس راي ان سي ان اوباستي سوبر امبوزد اون ذا دورسال سباين،
في السي تي ادي اوباستي اهي وفيها اير برونكوجرام. كويس، اوباستي وفيها اير برونكوجرام يعني نمونيا كونسوليديشن. النمونيا يا جماعه الحرف بتاعها از ديفيوز، يعني ما بقاش مرسوم بالقلم، بتبقى حاجه سايحه كده، انفلاميشن سايح في اللنج. لكن لما تلاقي النمونيا از بوردرد باي زي مارجن كده، والمارجن دي مش معموله بفيشر ولا معموله بحاجه اناتوميك يعني موجوده جوه اللنج، then you know that this is an extra pulmonary area، وتبتدي تفكر في موضوع الايه السيكوستريشن. في السي تي القديم كنا نقعد نفرك برضه ونحرك لحد لما تلاقي الاورطه طالع منه برانش كده صغير رايح للكونسوليديتد اريا. انت عارفين طبعا كل الكتب بتاكد قوي ان السيكوستريتد لانج ده دايما على الناحيه الشمال، لكن في الكتب بتاعه الاشعه كل ما يحطوا اكزامبل بالصور يحط لك سيكوستريتد لانج على الناحيه اليمين، ما تبقاش عارف ليه. بس هي ما هياش مرتبطه بالليفت لور لوب، ولكن ممكن تبقى موجوده ليفت لور لوب، ممكن تبقى موجوده رايت لور لوب. ناو دايز by the multi-detector CT and you see a lesion in the lung base and some air bronchogram inside, then you do an angiography، تحن شوية صبغة في الوريد وتعمل صور في CT وبعدين تعمل reconstruction وبعدين تقول له شيل الريبس واعمل كذا كذا، وبعدين you see the branch coming from the aorta directly to the lesion، then you know that this is a sequestrated lung segment. Another case of pulmonary sequestration and you see the aorta and you see a branch coming from the aorta to supply this area of heterogeneous consolidation. السورس اوف ايه؟ اير. في نوعين من السيكوستريشن، اكسترا بالمونري وانترا بالمونري، في واحده بره البلوره وفي واحده جوه البلوره، لكن اللي هي كونكتد تو ذا برونكيال سيستم بيجي لها من البرونكيال سيستم، واللي مش كونكتد بيجي لها باي ديفيوجن من الادجيسنت هيلثي لانج برينك. طبعا، وفي احيانا السيكوستريت لانج داز نوت كونتين اير على الاطلاق. يعني مش مفروض فيها اير، بس لما تبقى انفكتد. لو كانت مظبوط، لو كانت مش كونكتد تو ذا برونكيال سيستم. بيقولوا ان في بعض الحاجات اللي هي جوه البلوره ساعات يبقى فيها. اوكي. Then this is the reconstructed image by multi-detector CT and this arrow points to the systemic blood supply to the lesion. Then في اخر حاجه بقى اللي هو الكافيتي. If you see a cavity in the lung، ايه هو الديفرنشال دايجنوزس بتاعه؟ الديفرنشال دايجنوزس بتاع الكافيتي يا جماعه بيعتمد على الكونتنتس اوف ذا كافيتي. فالكونتنتس الاولانيه which is easy اللي هو الكافيتي اللي هو فيه اير فلويد ليفل. لو احنا لقينا كوره زي ديت كده في جزء منها هواء وجزء فيه منه ميه، او كوره زي دي كده في جزء منها هواء، تشخيص الكافيتي لا يتحقق الا بوجود الهواء. يعني لو في كوره ما فيهاش هواء ما يبقاش كافيتي، خلاص ديت اهم حاجه. طيب لو كان السيرفيس اوف ذا فلويد ليفل انسايد ذا كافيتي از ستريت، يعني خط مستقيم، then you are dealing with an abscess. اللي هو الابسس اول ما يطلع وبعدين يدخل الهواء جواه وبعدين يكح الصديد وبعدين ينقص البتاع فيعمل اير فلويد ليفل. اما الفلويد ليفل اللي هو طالع نازل او في بقليل او ويفي او اسمه ووتر ليلي، فدوت بتاع الهايداتد سيست لما يرابشر. الهايداتد سيست لما يرابشر بيبقى فيه جواه ولاد والسيستيت الصغيرين، كل دولت بيروحوا طالعين لفوق عشان يعوم على وش الميه، فبيصبح الفلويد ليفل الوش ده طالع نازل طالع نازل طالع نازل، ده احنا بنسميه عندنا في الاشعه ووتر ليلي، وبنسميه ويفي، بنسميه اي حاجه، لكن this is a clear discrimination ما بين الهايداتد سيست وما بين الايه؟ وما بين الابسس. افرض ان الهايداتد سيست بقى سكندري انفكتد فتحول الى ابسس، هيكون الفلويد ليفل بتاعه ستريت زيه زي الايه؟ زي الابسس العادي. And this is in two different examples of lung abscess in the right lung, and you can see the air fluid level in the chest. برضو هنا وقت you can see the air fluid level in the chest PA. By CT, you can see the cavity, and you can see the air fluid level. This is the lesion in the right lung, and this is the level of the tracheal bifurcation. Then this abscess cavity is located in the right lower lobe. And here you can see a cavity also, and you can see the fluid level within the cavity. This is the trachea, and this cavity is in the upper lobe. And here you can feel the difference between the hydatid cyst and the abscess. في المرة النادرة الحدوث التي يكون فيها الابسس مفهوش نقطة هواء.
الناس لو افترضنا ان ده بس هو المقطع اللي بعديه كان فيه هواء، بس خلينا في ده كأن ده هو المنظر. ادي الابسس اهو ومليان صديد، وادي الهيداتد سيست اهو. الهيداتد سيست كوره مليانه ميه، الجدار بتاعها مش ملموس، لكن الابسس كوره مليانه ميه، الجدار بتاعه is very thick. It's very thick. Okay, and these are two different examples of abscess in the lung, like this one with air fluid level, and here you can see another abscess within the consolidated air. Then you came to the cavity which contains air only. A cavity containing air fluid level, it may be an abscess, may be a ruptured hydatidocyst. If the cavity contains air only, then look to the wall thickness. If the wall is thick, then you are dealing with the chronic lung abscess. If the wall is thin, then you are dealing either with an emphysematous bulla or an hematocele. An hematocele is located within the lung, and the emphysematous bulla is usually based to the pleura. دايما الامفيزيمتس بولي في معظم الاحيان تكون بريفرلي لوكيتد، لكن النيماتوسيلز ار يوجوالي ديستريبيوتد ثرو اوت ذا لانج برينج. ان ذا ادلت كيسز وي هاف تو ديفرنشيت ذا كرونيك لانج ابسس فروم ا كافيتيتنج نيوبلازم، ويتش از ا فيري امبورتنت ايشو بالنسبه للناس الكبار. بعض الناس اللي عندهم برونكوجينيك كارسينوما ويحصل فيها سنترال بريك داون بتعمل زي الابسس بالظبط، بتبقى كوره ومليانه هواء والجدار بتاعها سميك. الفرق ما بين الكافيتيتنج نيوبلازم واللونج ابسس ان الانر مارجن اوف ذا ابسس از سموز، وايل ذا انر مارجن اوف ذا بريكنج داون نيوبلازم از فيري irregular. وديت انا شفتها اكتر من مره، وهي متشخصه بالغلط من الراديولوجيست ومن الكلينيشنز، اللي هو التيومر وحصل فيه بريك داون فبقى كوره مليانه هواء بس الجدار تخين جدا وريجولر من جوه، فشخصوه ان هو كرونيك لانج ابسس وقعد ياخد في ميديكال تريتمنت يعني وكده until he developed multiple brain metastasis, suprarenal deposits, bone deposits and so. ف this very little information can help you to pick up this candidates قبل ما يحصل لهم هذا الموضوع. And this is an example of a doubtful cavitary lesion. And you see this cavity, ال wall بتاعه تخين وال inner margin بتاعته looks irregular. Then before يعني قبل ما تروح للتشخيص بتاع ان this is a chronic lung abscess, do a CT to look the inner margin of the lesion. If it is irregular, then you are dealing with a breakdown in a neoplasm. Then you came to the intracavitary lesion. فالأشعة عندنا يقول لك لما تلاقي كورة جوه الكافيتي يبقى واحد من أربعة، يا إما يكون fungal ball which is very common أو the most common lesion seen in the clinical practice اللي هو الأسبرجلوما أو الميستوما، يا إما إن هو يكون tumor breakdown لو إحنا بنتعامل مع واحد adult، يا إما إن هو يكون رابشر هيداتد سيست والإندو سيست اتكلفت كده على بعضيه وعمل كورة جوه الإيه؟ جوه الهيداتد. يعني الهيداتد لما يفرقع يا إما يعمل كورة جوه الكافيتي يا إما يعمل إير فلويد ليفل، والإير فلويد ليفل يبقى طالع نازل أو ويفي أو كده. وآخر واحدة which is theoretical إن هو يكون جواه بلاد كلوتس، وما عندناش أي وسيلة نعرف إذا كانت دي بلاد كلوتس ولا لأ. In this example and you can see consolidation in the upper lobe. And if you look carefully inside this, you can see a cavity and a mass inside the cavity. إذا أنت في شك من الموضوع دوت، then you go directly to the CT. Then you see the cavity and you can see a mass inside the cavity. Being in the upper lobe, being surrounded by pneumonia, then you are dealing with a mycetoma or a fungal ball or a aspergilloma. Then here, لما الهيداتد سيست يرابشر، لما يرابشر بسرعه يعمل اير فلويد ليفل ويف، لما يرابشر على مهله اللي هو بالراحه 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 يبطط الاندوسيست فيعمل كوره جوه السيست. نفس الحكايه لما 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 الاير فلويد ليفل بيبقى ويفي، ذا سيرفيس اوف ذا كوره بيبقى ويفي، يعني الكوره اللي هتطلع جوه الهيداتد سيست برضو بتبقى متعرجه كده لنفس السبب. فلو انت بصيت هنا على الهيداتد ده هتلاقي الكوره اللي جواها طالعه نازله، وبصيت على الهيداتد ده هتلاقي الكوره اللي جواها طالعه نازله. It's not a smooth surface ولكن السيرفيس بيبقى طالع نازل. And you can suspect and this case لما انا شفتها قلت this is a fungal ball، ولكن لما عمل العيان ده هو كماله الفحص بتاعه and you look in the liver and you see a cyst. Then you know that this is hydatid cyst in the liver and this is hydatid cyst in the lung that has been ruptured. Then
Then he came to the this issue اللي هو الكافيتري نكروزس كومبليكيتنج نمونيا. وبعدين هنقف بعد الحته ديت واديلكم استراحه صغيره وبعدين تدسكس شويه حاجات وبعدين نرجع تاني نكمل ان شاء الله. ايه هو الليجن دوت؟ انا لما ابتديت اعرضه في المحاضرات كذا حد من البيدياتريشنز كان يعني هنقول مثلا ما كانش بالنسبه لهم وارد في الفكر بتاعهم او في الكلينيكال براكتس. This is a well known entity موجودة في الراديولوجي براكتس. ولما اتكلمنا مع الكلينيشنز وكده لقينا برضو ان عندهم حاجات زي كده بس الترم نفسه ما هوش موجود. ايه الحكاية ديت؟ هي عبارة عن العيان جاله نمونيا ونتيجة للضعف الاميونيتي او لشدة النمونيا نفسها حصل في النمونيا ديت areas of necrosis and breakdown. اللي بيحصل هنا ان بيحصل ده الباثولوجي بتاعه زي ما مكتوب في الليترشر thrombotic occlusion of the alveolar capillaries يؤدي الى ischemia يؤدي الى necrosis يؤدي الى liquefaction. فيطلع بحيرات او islands موجوده جوه الكونسوليديشن مليانه ميه. Then the patient يكح الميه ديت. Then يتبقى في وسط النمونيا عباره عن cavities مليانه هواء. هذا هو الباثولوجي. بس الاوتكم اوف ذيس ديزيز هو العجيب جدا. هي دي بس اللي بيخلينا ان احنا نقول هذا الموضوع. فعندنا دلوقتي ان اكزامبل منقول من الليتشراتشر واوري لك اكزامبل من مستشفى بوريش العاديه. ادي نمونيا وبالسي تي بعد شويه حصل للعيان ده كافيتيز كده شويه منهم مليانين ميه لسه وشويه منهم بقوا مليانين هواء. And this دي الكافيتري نيكروز. اللي هو بقى العجيب جدا في الموضوع ان this lesion clears totally من غير ما يعمل اي remaining damage in the lung. هي دي بس الموضوع. وكل literature كاتبه كده بالرغم ان دوت نيكروزس واسكيميا و و و و is completely reversible بعد فتره في محددينها هم من 40 ل 60 يوم. طبعا بميديكال تريتمنت مش كده مش لوحده يعني. ف اللي انا بقوله عشان كده لو احنا افترضنا ان اللنج دي از توتالي ديسترويد يبقى ات ويل نيفر كام باك خالص. لكن اللي بيحصل للعيانين دولت ان هي سين ده فريكوينتلي ان ذا كلينيكال براكتس ان هو بعد البهدله الكتيره جدا ديت then you see a normal lung. And this by definition is known as cavitary necrosis complicating pneumonia in children. Then you see another example from the literature. And this is pneumonia. The pneumonia by the sixth day started to develop breakdown. And you can see these areas of breakdown. After 76 يوم, then the lung is almost clear. ما فيهاش أي حاجة خالص, ما فيهاش cavities, ما فيهاش fibrosis, ما فيهاش أي حاجة. Then you came to our example. ده عيان عنده 6 سنين. Started الشيست اكس راي ده ما كانش موجود ساعة الانتربريتيشن بتاع الشيست اكس راي ده. اول ما ابتدينا نعمل انتربريتيشن انا يعني شخصيا شفت الشيست دوت فبصيت لقيت كافيتيز كده مليانه هواء وحاجات زي كده. This is the CT scan بتاع نفس العيان في نفس الستيج ديت. And if you look to the lung مفيش حاجه في اللنج. كور كبيره جدا مليانه هواء واللنج is over inflated and I suspected at that time ان ديت cystic and rheumatoid malformation of the lung. كويس. لكن انتوا عارفين ان cystic adenomatoid malformation is the disease that can be diagnosed during pregnancy بالالترا ساوند والحاجات ديت كلها. وان هو انه لما ساعه ما بيطلع ما بيبقاش في مرحله وبعدين يبروجريس ولا بيرجريس, يعني هو ثابت على حال. لكن لما جه الشيست اكس راي ده اللي هو كان معمول قبل ده and then you can see ان العيان كان عنده اساسا نمونيا وبعدين this pneumonia has progressed لهذا المنظر اللي هو multiple very large cavities in the lung. Okay, then and this is the initiative and they look to the follow-up scans and chest x-rays and he is almost في الوقت اللي انا انتهيت فيه من متابعة المريض ده كان ده حال اللنج بتاعته, يعني قربت تبقى within normal. And if you compare هذا المنظر بهذا المنظر then you know that this is the cavitary necrosis complicating pneumonia in the lung. وده الكلام اللي مكتوب في الليترتشر ان ديت clear lungs without volume loss without scarring without residual cavities in this particular issue. بكده يبقى احنا وصلنا الى بس مرحله مش بطاله, بقى لنا كذا حاجه في اليونيلاترال lung pathology نتكلم عليهم بعد لما نديلكوا بريك صغيره ان شاء الله. Thank you very much. Thank you.